الكانسر او شمول تيومر او المالجنسي او النيوبلازم، كلها نفس المعنى، كلها نفس المصطلح. شنو معناها؟ معناها هي group of disorders or diseases. طبعا اكو اكثر من 100 نوع بالحقيقة، اكثر بهواية، اكثر بكثير من 100 نوع من النيوبلازم disorders or diseases or cancer diseases. شنو الكاركترستيك فيتشرز مال كل النيوبلازم أو مال كل الكانسرز؟ شنو يعني الخصائص او خلينا نقول المميزة لكل انواع الكانسر بمختلف تصنيفاتها، بمختلف التصنيفات الاساسية او التصنيفات الثانوية، كلها تتميز بانه شنو عندها؟ عندها ان كنترول سيلولار جروث. اذا هو شنو هو الكانسر؟ شلون نعرف هذا هو الورم حميد او خبيث؟ الكانسر هو uncontrolled cellular growth. اكو طبعا هي النوعين، حتى الحميد ممكن يكون عنده زياده بسرعه يعني السيل ديفيجن، بالانقسام الخلايا، بنمو الخلايا، لكن هنا شنو راح يصير عندي؟ uncontrolled، يعني ما ممكن اسيطر عليه. طبعا هذا بسبب مجموعه من العوامل، مو سنجل فاكتور اللي يعني يلعب دور بظهور الكانسر. عندي مجموعه من الفاكتورز اللي من ضمنها عوامل بيئيه، عوامل جينيه، قد يكون عندي ميوتيشن بالجينز المسؤوله عن عندي جينز انا بالجسم المسؤوله عن الانهبيشن، تسوي انهبيشن لاي نمو ان ابروبريت، يعني اي نمو غير طبيعي، اي انقسام زايد عن حاجه الخليه، زايد عن حاجه الاورجان، عبر انه مثلا خلينا نقول انه التشو صار بيه فد انجري ويحتاج ريبير، عبر مرحله الريبير صار عندي افر جروث، صار عندي أبر يعني growth في cell division. فبهاي الحالة صار عندي uncontrolled بالgrowth of the cellular، يعني at the cellular level. فبهاي الحالة يعني معناه صار عندي في mutation بالجينز المسؤولة عن الinhibition مال inappropriate or uncontrolled cell division and cell growth. أوكي طلاب، إذا هنا ويكون هذا يعني هذا اللي قلنا الأبر growth والuncontrolled cellular growth يكون not respond للnormal process اللي تنظم cell growth بالجسم بصورة طبيعية، اللي تنظم growth، اللي تنظم cell division أو proliferation، انقسام اللي صار عندي and survival مال التشو. فهنا ايش راح يصير عندي؟ تشو انفلتريشن راح ينتشر بال يعني مو فقط بالمنطقه اللي صاير بيها هذا الار كنترول سيلولار جروث، راح ينتشر الى باقي الاذر تشو، فيسموه تشو انفلتريشن. ممكن يصير سبريد بالابنورمال، يعني هاي الابنورمال سيلز اللي تكونت لي اللي شكلها عاده يكون ال ديفاين. انا شلون اميز الكانسر سيلز عن النورمال سيلز؟ النورمال سيلز يصير well defined، يعني مالتها الايج، المورفولوجي مالتها الشكل يكون well defined، يعني كلش واضح من اجي اعرف انه هذا الغشاء، هاي الخليه، هذا السيتوبلازم، هذا الكذا، هاي well defined in normal cells. عندكم بينما الكانسر سيلز تكون ill defined، يعني بصعوبه ان اميز الكانسر سيلز. هاي من الفروقات الرئيسية بين الكانسر سيل وبين النورمال سيل. نجي هنا الكارسينوجينيسيس. شنو يعني كارسينوجينيسيس؟ من اسمها جينيسيس، اي جينيسيس يعني هي عملية بروسيس. اذا شنو الكانسر الكارسينوجينيسيس؟ هي البروسيس اللي من خلالها النورمال سيلز راح يصير بها ترانسفورميشن، تتحول الى النيوبلازم سيلز او التيومر سيلز، او ممكن نسميها الكانسر سيلز. اذا هي البروسيس اللي تتحول بها النورمال سيل الى الكانسر سيلز نسميها الكارسينوجينيسيس. عندي ملاحظه، هل المنشأ الكانسر او النيوبلازم من نسيج واحد او من خليه واحده؟ لا، ممكن ان تنشا يعني النيوبلازم او الكانسرز من اي تشو ان ذا بودي، وممكن يعني هذا التيومر اللي يتكون عندي اكيد نصنفه اما بيناين حميد او مالجنت خبيث. شنو يعني البيناين تيومر؟ هذا البيناين تيومر يتميز انه شي يكون هو هم تيومر، لكن شي يكون لوكالايزد، ما منتشر، اندولنت اند ريرلي يعني ريأكر، يعني نادرا ما يرجع بعدين اسوي له ريموفد، بعدين ازيله سواء بالسيرجري او باي وسيله ازاله هذا التيومر، نادرا ما يرجع. فهذا هو شنو البيناين تيومر، عاده يكون لوكالايز نوت سبريد وايد سبريد ثرو اوت ذا بودي.
اللي المالجنت تيومر لا، هذا يكون انفيزيف، ينتشر بالخلايا بسرعه ينتشر، ويكون ال ديفايند مثل ما قلت لكم من اسوي له يعني يعني بالدايجنوستس من اسوي له يعني سواء بالماموغرافي مثلا اذا كان بريس كانسر او بالالترا ساوند او باي ميز بالسي تي سكان بالام ار اي باي وسيله دايجنوستيك في اتش ار عندي اور تولز راح اشوفه هو ال ديفايند وايدلي سبريد to another part or another location inside the body. الميتاستاسيس كلنا سامعين بها، شنو يعني الميتاستاسيس or الميتاستاسيس؟ هي الابيليتي مال الكانسر سيلز to disseminate يعني to spread تنتشر. شنو عادة الأشياء اللي تساعد الخلايا السرطانية أن تنتشر، أو شنو الوسيلة اللي تزيد قابلية انتشارها أو تسرع عملية انتشارها؟ أكيد blood vessels واللمفاتكس. اللمفاتكس عقد اللمفاوية، الأوعية اللمفاوية يعني كارثة إذا وصلت لها الخلايا السرطانية، يعني توقع أنه منتشرة بالجسم، منتشرة another organs، واصلة ممكن مثلا هي بالبون، ممكن واصلة للبرين، ممكن هي بالبريست، ممكن واصلة للبون أو للبرين أو للليفر، فيعني بس توصل لللمفاتكس أو بالبلاد بزلز خاصة اللمفاتك سيستم، ممكن يعني توقع انه راح صار بها dissemination، صار بها وايد سبريد ثرو اوت البودي اورجنز اند تشو. طبعا اللي هو تعتبر البرايمري باث واي باي ويتش سيلز ميتاستاسيس، يعني عندنا قلنا البلاد فازلز واللمفاتكس هي البرايمري باث وايز اللي تنتشر من خلال الخلايا السرطانيه للجسم. طبعا الشخص اللي وصل الستيج مال ميتا يسموه الستيج 4 الميتاستاسيس، اكيد هذا راح يواجه فيس الورس بروجنوسيس، اتوقع حتى السرفايفل ريت مالته تكون قليله، يعني الكواليتي اوف لايف مالته تكون اقل. فهنا يكون عاده جماعه الميتاستاسيس ستيج يكون هدف العلاج هو مو كيوراتيف، مو الشفاء التام، اكيد بالييتيف، يعني انه احاول قدر الامكان ان اقلل يعني خلينا نقول الباردن، الاذيه مال المرض، السيمتومز اللي تؤدي البيشنت، واحاول ان قدر الامكان ازيد او سو امبروف للكواليتي اوف لايف مال هذول البيشنت اللي واصلين ستيج ميتاستاسيس. فهنا الميجر كوز، السبب الاساسي للموت الديث بالكانسر بيشنت هو الميتاستاسيس، انتشار المرض الى اورجان اخر اذر ذان البرايمري ريجن، يعني مثلا مثل ما قلت لكم مثلا هو بالبون خلينا نقول واصل لللانج، واصل لللانج ممكن واصل للبرين ويؤدي الى الوفاه. اذا الميتاستاسيس هي السبب الاساسي للوفاه بسبب الكانسر، مو الكانسر اللي ظاهر او اللي ظهر اولا بالبرايمري ريجن. فهنا نجي عندنا ملاحظة مثلا يقول مثلا عندي أنا أكيد نعرف إحنا أنواع من الكانسر، عندي الهيماتولوجيكال كانسر اللي يكون أمراض الدم، تعرفون هذا بالآر بي سي بالوايت بي سي وبأنواع الوايت بي سي وبالبون مارو وبأنسجة البون مارو ممكن المختلفة، فهاي يسموه الهيماتولوجيكال ديزيز أمراض الدم، يعني الكانسر اللي يصير بمكونات الدم، أو يكون عندي السوليد تيومر يعني الواضحة قد تكون بالبروستيت، قد تكون باللان، قد تكون بالبريست، بالبرين. عندي بالنسبة للسوليد تيومرز اللي قلنا مو بالدم، السوليد تيومرز اليوجوال ميتاستاتيك سايتس المناطق اللي حتنتشر لها عادة أكثر شيء تروح لللانج، يعني هذا يكون سكندري للبرايمري سوليد تيومر مو المكان الاساسي، ممكن يظهر البرايمري تيومر باللانج، طبعا ممكن انا عندي لانج كانسر وله نسبه عاليه عالميا، لكن هذا هاي الملاحظه تخص الانتشار، يعني يقول سوليد تيومرز عاده ينتشر الى اعضاء مختلفه، واهم هاي الاعضاء اللي اول شيء ينتشر لها اللانج، الليفر ينضرب، وممكن هاي الموست كومن، وممكن البون ينتشر يعني يكون سكندري للبرايمري ريجن قلنا، ممكن ينتشر للبرين، يعني ذني الفور موست امبورتنت اورجنز اللي ممكن يصير بها الميتاستاتيك ريجن جايلي من البرايمري اور الفيرست كانسر ريجن. نجي على الكانسر ايتيولوجي، مثل ما قلنا ومثل ما كلنا نعرف الماجوريتي مال الكانسرز اور النيو بلازمز مو المسبب مالتها سنجل كوز، راذر ذان انا عندي هنا result of a complex interaction between genetic factors مثل ما قلنا predisposition، اكو شخص عنده genetic factors عندهم في genetic mutations عندهم في genetic susceptibilities، يعني يصير عندهم يسموه predisposition قبل ظهور المرض او الاعراض،
إضافة إلى الإكسبوجر تو ديفرنت كارسينوجينز. إحنا نعرف هواية كارسينوجينك يعني سبستانسز بالبيئة، تلوث البيئة، بعض الأدوية تكون كارسينوجينيتك، بعض المواد اللي يستخدمها الإنسان يعني خلال حتى المبيدات الحشرية، المبيدات الحشرات بعضها تحتوي على مواد مسرطنة. فهواي أشياء يعني عندنا بالبيئة داير مدايرنا كلها تساعد، يعني تعتبر يعني predisposing factor أو risk factor and زي susceptibility لظهور النيوبلازم. إذا الريسك فاكتور ممكن نقول هي environmental factors، مثلا الراديشن، مو إلا الشخص ماخذ راديشن دي يعالج كانسر، احتمال هو يشتغل هو ينطي راديوثيرابي، يعني هو يشتغل بعض الفارماسيست، بعض الفيزيشن، بعض التكنيشنز اللي يشتغلون بمجال الإشعاع يعطون الإشعاع، يعالجون بالإشعاع، أو يشتغلون بالمنشآت النووية اللي يتعرضون دائما للإشعاع، هذول كلهم معرضين ممكن يصير عندهم كانسر. بعض الفيروسز ممكن تؤدي إلى الكانسر. اليوفي لايت اللي يتعرض له يعني بهاي انتنسيتي بشدة عالية وبلونج ديوريشن ممكن يؤدي إلى الكانسر. اوكيوبيشنال الوظيفة مال الشخص، مثل ما قلنا وظيفته، مكان عمله، مجال عمله طبعا ممكن يؤدي الى ظهور الكانسر. البنزين اللي يتعاملون مع المواد الكيميائيه الكيميكال ريجنتس، الاسبيتوس عند الدايز، الاصباغ، الصباغين، هوايه من الصباغين القديمين يعني صار له 10 سنوات 15 سنه لابد سامعين او شايفين هيك كيس انه لانج، بالذات اللانج كانسر بنتجي على البيشنت هيستوري تلقي هو يعني صباغ صار له كم سنه، فهاي الاستنشاق الكميات كبيره من الاصباغ، التعرض لها بكميات كبيره لفترات طويله كلها تؤدي، هاي اوكيوبيشنال يعني متعلقه بالمهنه مال الانسان. بتصنيع البي في سي، هاي المواد البلاستيكيه تستخدم بالشبابيك والابواب، الراديشن كذلك مثل ما قلنا، الاشخاص اللي مجال عملهم بالاشعاع ممكن ان يكونون معرضين لظهور النيوبلازم. لايف ستايل فاكتورز، السيجارت سموكينج، واحنا نعرف كل السيجارت بوكيت من تجي مكتوب عليها انه ومع ذلك يستخدموها، انه تعتبر يعني مسبب رئيسي لامراض السرطان، بالذات سرطان الرئه وباقي امراض، يعني تعتبر ريسك فاكتور للكارديو فاسكولار ديزيزز. الاكسبوجر تو بوتنشال كارسينوجينز، التعرض لبعض الادويه مثلا الالكليتنج ايجنت سايكلوفوسفامايد وغيرها، الايتوبوسايدز، اذن الادويه يعني عندها خطر تعتبر بوتنشال كارسينوجين agent، فممكن ان تزيد الريسك مال النيوبلازم ديفلوبمنت. نجي على الجينيتك فاكتور، قلنا الجينيتك فاكتورز ابدا ما نستغني عنه حتى لو عندي الانفايرومنتال فاكتورز. اذا شخص ما عنده يعني فد جينيتك سسبتبلتي لظهور الكانسر، ممكن ان تقل ظهور يعني فرصه ظهور الكانسر بهذا الشخص، بينما شخص اخر بنفس ظروفه هم معرض لهاي الانفايرومنتال فاكتورز يكون عند جينيتك ريزيستنس مثلا الهاي ميوتيشن، فنشوف فرصه ظهور الكانسر بالشخص اللي عنده ريزيستنت للهاي ميوتيشن بالجينيتك ميوتيشن تكون اقل من الشخص اللي عنده جينيتك سسبتبلتي، ان بسرعه يصير بها الترانسفورميشن من النورمال جين الى الميوتنت او الاب نورمال جين اللي يؤدي الى ظهور الكانسر. انت قلت تو ميجر كلاسز، عندي يعني طبعا اكثر من كلاسز لكن ميجر هاي دي يحكي على الاساسيه، تو ميجر كلاسز اوف جينز اللي تضغط يعني تدخل بعمليه الكارسينوجينيسيس. يكون الكارسينوجينيسيس هي البروسيس اللي من خلالها يتحول النورمال سيلز الصبية ترانسفورمد الى الاب نورمال اور الكانسر سيلز. عندي الاونكوجينز، الاونكوجينز هذا وجود الاونكوجين يعني صار عندي انا ميوتيشن جينز، او الميوتيشن بالتيومر سبريسر جينز، جسمنا الله سبحانه وتعالى خالق فد منظومه من الجينات يسموها التيومر سبريسر جينز. شنو من اسمها سبريسر يعني انهبيتر، اوكي؟ فالتيومر سبريسر جينز مثال عليها واوضح مثال عليها وجود البي 53 جين. هذا الجين وجوده انهبيشن يسوي انهبيشن للاني انبروبريت سيل جروث اور ديفيجن اور بروليفريشن، فوجود البي 53 بكميه كافيه من هذا الجين يعني اني بالسيفتي سايد، يعني هنا عندي كميه كافيه من التيومر سبريسر جين.
بس يصير عندي ميوتيشن بالتيومر سبرسر جينز فاشوف كميه قليله او موجود بس صاير بي ميوتيشن فما يشتغل بصوره انا بروبريت ما يعطي البروبر فانكشن اللي المفروض هو يسويها. فهنا انا اخاف يعني هذا البيشنت بادي واصله مرحله الكانسر. واضح طلاب اذا وجود الانكوجين وجود ميو او وجود او احتمال اثنينهم وجود ميوتيشن بالجين اللي تحمينا من الكانسر يسموها هاي الجينات التيومر سبريسر جينز. مثال عليها واهم مثال هو البي 53 جين رقم 53. شنو هو البروتو انكوجين؟ البروتو انكوجين هو النورمال جين موجود بالخلايا. بس اشوف البروتو انكوجين اللي هذا البروتو انكوجين هو النورمال جين، لكن ممكن يتحول الى بواسطه اي كارسينوجينيك سبستانسز مثل ما قلت لكم، احتمال الوظيفه مال اوكيبيشنال مال البيشنت، احتمال انفايرمنتال فاكتورز بالبي اي، العناصر هوايه عندي بالبيئة أو يتعرض للراديشن وغيرها، أو اللايف ستايل فاكتور أو البوتنشال كارسينوجينيك ايجنت وتفر الكارسينوجينيك سبستانسز المتعرض لها. هذا البروتو انكوجين هو قلنا النورمال جين ممكن يتحول بواسطة الكارسينوجينيك سبستانسز ممكن يتحول إلى الانكوجين. الانكوجين يعني صار عنده كانسر. من لقيت الانكوجين هذا الجين يعني أكو كانسر عند البيشنت. واضح طلاب؟ نجي على التيومر سبرسر جين. قلنا وجود التيومر سبرسر جين يشتغل بكميه، موجود بكميه الكافيه يشتغل بالطريقه الصحيحه، انا ما اخاف لان هذا هو نورمال جينز موجود بالخلايا. شنو وظيفته؟ بروتكتيف افكت يعني حمايه ضد الانكوجين، ضد تحول البروتو انكوجين للانكوجين. واضح؟ اذا هو شنو شلون يشتغل؟ قلنا يسوي انهيبيشن اور ديكريز للاني انبروبريت سيلولار جروث اند بروليفريشن. اي نمو عفوا طلاب، اي نمو او تكاثر او انقسام للخلايا خارج عن حاجه الجسم هذا يسوي له انهيبيشن اور ديكريز. اذا وظيفته هو بروتكتيف افكت. من يصير بي ميوتيشن يعني انا راح يعني اتوقع البروتو انكوجين حيتحول الى الانكوجين اكيد نتيجه الى تعرض لعوامل بيئيه مختلفه. نجي على الباثوفيزيولوجي اوف الكانسر. من ينشأ التيومر؟ مثل ما قلنا ممكن ينشأ بأي جزء من الجسم. هل ينشأ من طبقة معينة من الجسم أو من الأنسجة؟ لا، ممكن ينشأ بأي وحدة من الفور بيزك تشو تايبس. عندي الطبقة الظهارية الإبيثيليال، إذا نشأ من الإبيثيليال طبعا ينتشر. أنا من أقول هذا المنشأ مو راح يبقى بالإبيثيليال سيلز، راح ينتشر، لكن دا أحكي على الأوريجين المنشأ مادة. إذا من الإبيثيليال لاير فنسميه كارسينوما، يعني مثلا لانج كارسينوما، بريست كارسينوما اذا نشا من الابيثيليال لاير. طبعا هاي بال ياخذون بايوبسي ويزرعوها ويسوون لها فحص يعني الباثوفيزيولوجيكال ستادي اور اكزامينيشن، يلا يعرفون بيا طبقه بادي من يا طبقه بادي، واليا طبقه منتشر اليا نسيج منتشر، شنو نوعه نوع الكانسر. او ممكن ينشئ من الكونكتيف تشو عاده اللي يكون بالكارتليج بالبون اند ماسلز، هذا يسمونه يعني بعد العضو اللي صاير بالكانسر نقول ساركوما، وراها نقول ساركوما يعني منشئ من الكونكتيف تشو مينلي يعني بالكارتليج بالغضاريف او بالبون او بالماسلز. او قد يكون المنشئ مالته من النيرف تشو من اللمفويد تشو، اذا كان منشئه من جلانديولار تشو نسيج بي او يحتوي على غدد فهنا نسميه أدينوكارسينوما. ممكن يكون اللانج، ممكن يكون من البريست، ممكن يكون الكولون. معناها إذا لقيت كلمة أدينوكارسينوما يعني النسيج غدي يحتوي على غدد يسموه الجلانديولار تشوف. فش نسمي هذا الكانسر؟ نسميه أدينوكارسينوما. الكلينيكال فيتشرز مال طبعا عادة يعتمد على التيومر تايب، شنو نوع التيومر وين المكان مالته وين بدا هو. اكيد الساينز والسيمبتومز حتعتمد على التيومر تايب والسايت مال اللي بدا به التيومر. عادة يكون الاعراض هي نون سبيسيفيك، مثلا نشوف ويت لوس خاصة اذا كان التيومر اكيد طلاب بالجي اي تي اكيد نشوف ويت لوس، ان اكسبلايند انيميا، ماليز، انوركزيا نشوف عنده، ليثرجي، بين اكيد البين مو دائما يبدي الا بعد مدة من ظهور الا اذا كان بمكان ممكن ان يسبب البين. لكن اكو بعض الكانسر هي من اسمها يعني مالجنسي
ممكن باللاست ستيج ممكن يحس بالبين، لكن نشوف بعض الان او نسميه نون سبيسيفيك سيمبتومز مثلا ويت لوس، قلنا الان اكسبلايند انيميا، الملياز، الليثرجي، اكو بين احتمال، وقلنا هاي كلها اضافه الى السبيسيفيك لوكالايزنج سيمبتومز. مثلا اذا كان باللانج راح يبدي عنده شورتنس، كل ما يكبر التيومر سايز راح يبدي عنده الشورتنس اوف بريث، سيانوسيس، بسرعه يشعر بالتعب. اذا هو حسب المكان مال، اذا مثلا بالهيد اكيد راح يبدي شنو البيشنت عنده يعني كونتينوس ان اكسبلايند هيديك، دائما عنده هيديك، عفوا هيديك بسبب الكومبريشن الكونتينوس بروجريشن او الكومبريشن الضغط مستمر على الطبقات الرأس على الدماغ، خاصة يعني بالسبيسيفيك ريجن اللي بادية بيها شو اسمه الكانسر، او يبدي مثلا اذا بالايز او بالهيد يبدي البيشنت يتقل عنده يعني الكاباسيتي مال الفيجن، يبدي البصر مالته النظر يعني مشاكل بالبصر، يعني ما يشوف زين، يشوف المسافه قليله، يدوخ، يبدي يوقع. اذا كلها هاي الاعراض النون سبيسيفيك اضافه الى سبيسيفيك ساين وسيمتومز حسب اللوكلايزنج حسب مكان الكانسر اللي بادي بيه بالجسم. عندي بالنسبه لبعض انواع الكانسر تكون بها حكه، مثل منو الليمفوما كانسر، اللوكيميا، الامراض الدم يكون عندهم اتشنج دائما، بروريتس، والسي ان اس تيومرز، اضافه الى الاعراض الباقيه يكون عندهم وجود الحكه. نجي على شلون اسوي الدايجنوزز والستيجنج. طبعا طلاب الكانسر ما المفروض ابلش للتريتمنت الا اذا اني باديه مسويه الباثولوجيكال دايجنوزز للكانسر، وممكن طبعا هي مو بسنجل يعني دايجنوستيك تول، لا هنا ممكن استخدم لاب ديتا مع الراديولوجي، قد يتطلب الاشعاع مو فقط علاج، الاشعاع كذلك تشخيصي يفيدني ان اشوف اني وين واصلة اني مرحلة هل منتشر، وين واصل، ومن انواع الاشعاع هو سي تي سكان، الام ار اي، عندي اكثر من طريقة اني الملون والنوع العادي، اكثر من طريقة عندي بالاشعاع للتشخيص. البايوبسي طبعا البايوبسي جدا مهمة من البيزمنت ميمبرين او من البون مارو او من التشوم اللي صاير بي ياخذون خزعه، طبعا البايوبسي جدا جدا ضروريه، ابدا ما اقدر اعتمد على باقي الطرق بدون البايوبسي، خاصه بعض يعني بالسيرتن تايب اوف كانسر يحتاج ان اشوف انا واصله باديه من يا طبقه بالانسجه والوين واصله ليا طبقه. واضح طلاب حتى يعرفون يسوون هالستيجنج، يعرفون هل هو مرحله 1 2 3 4 واصل ميتاستاسيس، واصل للليمفاتيك تشو، اذا واصل للليمفاتيك تشو الى غير علاج، اذا واصل للميتاستاسيس الى غير علاج. اذا اكوردنج للدايجنوستس واكوردنج للستيجنج يلا يقررون شنو نوع العلاج وايش قد الكورس مال العلاج راح يطول. إضافة للتيومر ماركرز مثلا السي اي 15.3، سي اي 123 15.3، هذا اكثر شيء للبريست كانسر، هذا التيومر ماركر ياخذوه يعني من البلاد سامبل ويشوفون هذا الماركر، هذا يزداد بالبلاد الى اكو فد، هو مو 100% يعني بريست كانسر لكن اكو ابنورمال سيل جروث ممكن يفيدهم بوجود الكانسر، يفيد مو هو السنجل دايجنوستيك كرايتيريا، يفيد مع البايوبسي ادجوفنت مساعد يعني مع البايوبسي مع اللاب ديتا مع الراديشن، ويفيدني كذلك بال يعني من اسوي مونيتورنج للتريتمنت اشوف هل يعني ورا العمليه ورا الكيموثيرابي مثلا ممكن اقول له ورا شهر شهرين او ورا العمليه مباشره لازم هم يسووا يشوفون يعني اضافه الى باقي اللاب ديتا يقول يا بسوي سي اي 15.3 مثلا ام البريست كانسر او 123 اللي اكو بعض الماركرات يعني خاصه للستومك او للاوفريان كانسر فيشوفوها اذا بها بعد الارتفاع موجود لا يعني بعد اكو التيومر اذا بدات تنخفض لا يعني اكو ريسبونس للعمليه او للكيموثيرابي العلاج الكيميائي اللي تبادي به البيشنت. اذا هو مو فقط يعني بالتشخيص فقط قبل العلاج، لا يفيدني حتى بمراقبه المونيتورنج للاوفر اول ريسبونس تو تريتمنت باي ذا بيشنت. واضح طلاب؟ اذا هاي كلنا قلنا ممكن يفيدنا السيتوجينيتكس، ممكن اسوي سيتوجينيتكس دراسه للجينيتك مال البيشنت، كلها تفيدني اللي اسوي فد بريسايز دايجنوستس اسوي فد تشخيص مضبوط.
يجي على الستيجينج، كلش مهم الستيجينج بدايه الدايجنوسيس، ويفيدني الستيجينج حتى بعدين اخلص الدايجنوسيس وعرفت شنو اللي عنده ويا مرحله واصل، يفيدني ان اعيد الستيجينج خلال التريتمنت. ليش؟ حتى اشوف هل الاستجاب للعلاج اللي انا انطيته اياه بعد ان عرفت شنو، يعني سويت له دايجنوسيس وعرفت الستيج مالته اللي واصل لها وانطيته تريتمنت، هل اسوي ريستيجينج، اعيد الستيجينج، اشوف هل العلاج اللي انطيته اياه مضبوط، يحتاج اقلله، هل يعني انخفض او لا استل او دا ينتشر المرض، يعني هل استجاب للعلاج او صار بي وورسنينج مدى يستجيب للعلاج. فالستيجنج جدا ضروريه. عاده الهيماتولوجيكال ستيجنج يختلف عن السوليد تيومرز. السوليد تيومرز معروفه عندها تقريبا يعني الستيجنج مالتها الى نظام يسموه تي ان ام سيستم. TNM system شنو اقصد بالتي؟ هو size of the primary tumor. التيومر البرايمري مو المنتشر، للبرايمري تيومر من الصفر، صفر يعني ما عنده نورمال، واحد اكو حجم صغير، اثنين ثلاثة الماكسيما يعني كلش كبير يكون انطي رقم اربعة، من الصفر للاربعة تي، هذا يعني size مال التيومر. نجي على الان، الان شنو يقصد بالليمف نود ريجن؟ يعني هنا الاكستنت اوف ليمف نود ريجن سبريد، يعني هل واصل للريجنال لمف نود مثلا اذا كان هو بالبريست، فاول ما يجي ببالهم يا لمف نود الاكزيلري موجوده وين؟ بالارمبت تحت الابط، واضح طلاب، فياخذون من عندها يعني خزعه، ياخذون من عندها يعني وخلال العمليه مال التشخيص او العلاجيه ياخذون من عندها خزعه يشوفون واصله للريجنال لمف نود، يعني اللمف نود مال المنطقه القريبه على البرايمري كانسر اور تيومر واصلت لها او لا. فهنا ايش قد انطي ارقام من الصفر للثلاثة، الصفر يعني ما واصله، وهكذا لحد الثلاثه يعني واصله، يعني مثلا واصله الوحده، واصله الاثنين، لا اكثر من اثنين مصابه من العقد اللمفاوي، لا هاي معناها اتوقع منتشر بالجسم، واضح؟ فهنا الارقام ننطي من الصفر للثلاثه. الام الميتاستاسيس يعني منتشر بالجسم عبر الريجنال لمف نود، واصل الديستنس مور ديستنس اورجان اند تيشو اور نوت، فهنا انطي صفر او واحد، صفر ما واصل ميتاستاسيس، واحد لا هذا واصل ميتاستاسيس، عنده ميتاستاسيس، واضح طلاب؟ اذا هاي الستيجنج وكلش مهمة قلنا ويا الدايجنوسيس وبعد الدايجنوسيس خلال التريتمنت حتى اشوف الديزيز اكستنت واشوف السبريد مال الديزيز واشوف البروجنوسيس هل دي يستجيب للعلاج او لا، اذا يفيدني حتى بالجايد يعتبر جايدنس بالتريتمنت لعلاج البيشنت. يجي على الكانسر تريتمنت، اكيد اذا كان المرض بالبدايه واذا كان نوع الكانسر ممكن علاجه فيكون هدفي الكيور، العلاج الكيور از ذا جول وين بوسيبل. اذا قلنا بالبدايه ما واصل ادفانس ستيج، ما واصل مرحله الميتاستاسيس، اما اذا كان الكيوراتيف انتنت يعني الهدف الكيوراتيف انتنت الشفاء التام نوت بوسيبل، فاكيد هنا بالليتيف ان اريح المريض، احاول اسيطر على الاعراض اللي تؤذي المريض، اقلل الساينز والسيمتومز، اقلل الانتشاريه مالته. فاذا اما كيور اذا بوسيبل او بالليتيف، وعاده اغلبها تكون بالليتيف، اريح المريض، لان مو دائما اقدر اني اسوي شفاء 100% من الكانسر، واضح طلاب؟ اهم هدف للكيور شفاء من المرض انه يعني لها اكثر من رمز، انا اعطيتكم فقط الفايف يير ديزيز فري سرفايفل ريت، يعني هاي يعتبرون مثلا خمس سنوات يكون المريض ديزيز فري، يعني خالي من المرض، مختفي عند المرض، هاي تعتبر فد جود ميجر، يعني تعتبر فد علامه جيده للشفاء. هو انا طبعا مناسبه طلاب عندنا قلت لكم اكثر من يعني رمز لها، لكن خلينا نقول الموس كمان نسميها هي. ما عندكم سؤال طلاب؟ انا هسه بالشات قبل ما اكمل. فاهم مصطلح لقياس الكيوراتيف ديجري هو الفايف يير ديزيز فري سرفايفل ريت. اكو سؤال طلاب؟ اكو شيء ما واضح؟ تمام آيات خلينا نكمل. شفنا هنا قلنا هنا الباليتيف كيموثيرابي
قلنا باليتيف يعني اريح المريض، يعني هذا المريض ما اقدر 100% يعني انطيه دواء يشافي 100% من الكانسر، فانطيه الباليتيف ثيرابي كيمو ثيرابي. هنا طبعا عاده قلنا المن ليش، خاصه الاشخاص اللي واصلين مرحله الستيج مال ميتاستاسيس انتشار المرض، شنو الهدف هنا من اعطاء الباليتيف كيمو ثيرابي؟ هو الامبروفمنت مال السيمتومز، قلنا سيطر على الساينز والسيمتومز، امبروفينج للكوا اي كيو او ال يعني الكواليتي اوف لايف، وهنا احاول خاصه المنتشر عنده المرض من اختار انطي كيمو ثيرابي. هنا يسموه بالييتيف كيموثيرابي، يعني مو هدفه 100% العلاج، قدر الامكان اقلل السايز والسيمتومز، اقلل الالم، احاول اسيطر على الالم اللي دي يسببه هذا المرض، اسيطر على الاعراض مثلا قلت لكم مثلا الم بالراس، صعوبه بالبصر، يوقع المريض ما يقدر يوقف، واضح، اختناق مثلا ما يقدر يتنفس، صعوبه بالتنفس عنده. فهاي الباليتيف كيموثيرابي مو نفس الكيموثيرابي العاديه اللي انا انطيها للمريض اللي انا له هدف انه اعالجه مثلا، او خلينا نقول 50% او 70% اعالجه. باليتيف لا، هذا المريض واصل مرحله شنو؟ شايفين هوايه كيسز او اكيد سامعين بها منتشر عند المرض، ما يعوف ويموت، ينطوه باليتيف كيموثيرابي، تريحه، تسيطر على الاعراض، تحاول قدر الامكان تحسن الكواليتي اوف لايف، ويختاروها هاي الباليتيف كيموثيرابي وذ مينيمال سايد افكت، قدر الامكان اقل سايد افكت تحملها. نجي على انواع الكانسر تريتمنت. طبعا بصوره عامه عندي 3 موداليتيز، اما عمليه او راديشن او الكيمو، يسموه سيستماتيك ثيرابي، مو اللي علاج كيميائي، يسموه المهم هو سيستماتيك ثيرابي. السيرجري والراديشن، ومرات طلاب مرات ومرات يعني هوايه، مو فقط يعني سنجل موداليتي، لا مرات عمليه وراديشن، مرات عمليه وراديشن وسيستميك ثيرابي، مرات مثلا عمليه وسيستميك ثيرابي راديشن او مع السيستميك ثيرابي، يعني مرات اثنين من عندهم او ثلاثتهم بنفس الوقت او سويه يعني يعطى للبيشنت المعين، واضح. عاده السوليد تيومرز الاول ما ابلش بيهم باللوكالايز ثيرابي اللي هو الراديشن والسيرجري، ازيل الورم او احاول اصغر الورم بالراديشن بالاشعاع، وبعدين ابلش له بالسيستميك ثيرابي، وحده من العلاجات اللي حسب البروتوكول طبعا اللي يتبعه، تتبع المستشفى، يتبع نظام المستشفى. ومرات يعطون كيمو ثيرابي قبل العمليه، وهواي حتشوفوها ان شاء الله تتعينون، خاصه جماعه مثلا البريست كانسر يعطوهم يسموه يعني قبل العمليه، يحاول يقلل الحجم مال الكانسر، وبعدين يخضع البيشنت للعمليه، ووراها يرجع ينطو يعني سايكلز، يبدي سايكلز مال البروجرام مال الكيموثيرابي، يعني مرات الكيموثيرابي قبل العمليه وورا العمليه بنفس المريض، واضح طلاب؟ فاذا ومرات لا، اذا ما يعني ما يحتاج يبلشوا له راسا عمليه او راديشن، واحتمال وراها بس يحتاج اشعاع، احتمال وراها يحتاج اشعاع و كيموثيرابي احتمال، حسب نوع الكانسر، حسب نوعه يعني المنشأ مالته، فحسب النوع مال الكانسر انا احدد الموداليتي مال التريتمنت. قلنا السوليد تيومرز عاده يبدوا له باللوكالايز ثيرابي، الراديشن اور السيرجري. السيستماتيك ثيرابي عاده هاي الهيماتولوجيكال كانسر، يعني المالجنسيز امراض الدم، لان ما عندي سبيسيفيك ريجن، فهنا ينطوا سيستماتيك ثيرابي، واضح طلاب؟ ما يقدرون راسا يزيلون، لان هو منتشر بخلايا الدم، شلون ينطوا يعني راسا يسووا له سيرجري او راديشن؟ فهنا يبدوا له بالسيستميك ثيرابي، وهم كذلك اكو بروتوكول تتبعه المستشفى. نجي على السيرجري، هل السيرجري فقط بريفنتيف؟ لا، السيرجري ممكن تعتبر بريفنتيف، يعني ازيل يعني اسوي ازاله للبوليبس للتيومر، او ممكن اعتبرها دايجنوستيك، اشخص ازيل ورم، اشوف شنو نوعه، من يا خليه اللي منشا مالته، مثل ما قلت لكم ممكن اخذ من الابط، تحت الابط ممكن اخذ يعني من منطقه يعني من سبيسيفيك ريجنال لمف نود، واشوف واصل لها كم عقده لمفاويه يعني واصل لها، حتى اعرف هل ممكن اكو احتماليه بوسيبيليتي مال ميتاستاسيس اور نوت، فاذا ممكن يفيدني كبريفنتيف وكدايجنوستيك تول، ممكن استخدمه بالستيجنج اعرف هل هو ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 او واصل الميتاستاسيس، اذا ممكن استخدمه لللوكالايز اذا قلنا كان ما منتشر كيوراتيف، هنا هدفه اكيد العلاج، او للادفانسد تيومر المنتشر فيكون بالييتيف، احاول ازغر التيومر خاصه اللي بالهيد يكون كبير ويضغط على الراس، البيشنت يقوم ما يشوف
الم مستمر عنده بالراس، فوميتنج عنده مستمره، فهنا يسوون سيرجري، يزيلون بالييتيف، يعني يحاولون حتى يرتاح المريض، امبروفنج الكواليتي اوف لايف مالته، امبروفنج للسيمبتومز. واضح؟ فاذا هو ممكن بريفنتيف، ممكن دايجنوستيك، ممكن ازيل اللوكلايز تيومر، ممكن بالييتيف للادفانس تيومر. الراديشن نفس الحاله، ممكن يكون كيوراتيف علاج اذا كان يعني بالفيرست ستيج، بعده بالبدايه بالايرلي ستيج باللوكلايز تيومر، ممكن يكون ادجوفنت اور بالييتيف اذا كان التيومر يعني هو لوكلايز تيومر لكن قلنا واصل مرحله الميتاستاتيك ستيج اور ديزيز. هنا طبعا الراديشن قلنا ممكن انطيه وحده اذا كان ما يحتاج سيرجري بيشنت او ما يحتاج كيموثيرابي، او ممكن انطي كومبينيشن مع السيرجري او يعني بدون او مع الكيموثيرابي. نجي على السيستميك ثيرابي، قلنا مثلا الكيموثيرابي تلعب ميجر رول بالمور وايد سبريد ديزيز، مثل ما قلنا اذا كان واصل يعني منتشر، وحسب هم ارجع اقول هو حسب نوع الكانسر باي تشو، يعني واصل لاي تشو وبادي من اي تشو، فهنا ممكن نختار له او ما نختار له الكيموثيرابي. بعض المصطلحات اللي نسمعها بالكانسر ثيرابي اندكشن ثيرابي، شنو يعني الاندكشن ثيرابي؟ هو البرايمري ثيرابي استخدمه از فيرست لاين تريتمنت. اذا الفيرست لاين تريتمنت او البرايمري ثيرابي شنو نسميه؟ نسميه اندكشن ثيرابي. السالفج ثيرابي هذا السكند لاين تريتمنت، هذا مرات احتاجه بالبدايه، ليش؟ اذا كان البيشنت التيومر مالته ريفراكتوري ريزيستنس، يعني ما يستجيب للاندكشن ثيرابي للفيرست لاين او البرايمري ثيرابي، فيحتاج احوله راسا اختار للسالفج ثيرابي، يعني هو اختار له من السكند لاين، سكند لاين ثيرابي اللي موجوده ضمن البروتوكول اللي تتبعه هاي المستشفى، او اذا كان البيشنت ما يتحمل الفيرست لاين ثيرابي، ما يتحمل هذا اي نوع من انواع الفيرست لاين ثيرابي، يعني اما ريفراكتوري ما ريزيستنت يعني للفيرست لاين ثيرابي، او نوت بده يتحمل الفيرست لاين ثيرابي، فاحوله على السالفج ثيرابي يعني سكند لاين تريتمنت. شنو معنى المينتيننس او الكونسوليديشن او الانتنسيفيكيشن ثيرابي؟ ثلاثتهم معناها شنو؟ استخدام اديشنال كيموثيرابي كمحاوله من الفيزيشن او من الفريق التيم مال الميديكال تيم انه يسوي ايراديكيشن للفيردر ريسيدوال ديزيز. هو مسوي عمليه وبدا ياخذ يعني كيموثيرابي لكن بدا يروح اكو ريسيدوال، اكو بقايا من الكانسر او من التيومر، فيحتاج الى فيردر كيموثيرابي. هذا شيء يسموه الفيردر، يسموه الانتنسيفيكيشن ثيرابي، انتنسيفاي ثيرابي، مينتيننس ثيرابي، او يسموه الكونسوليديشن ثيرابي. اذا هو الاديشنال كيموثيرابي احتاجه على مود اتخلص من بقايا المرض. واضح طلاب؟ اذا هاي مصطلحات اسمعها او اقراها بالبيشنت اللي عندهم كانسر. الالترنت كيموثيرابي، من اسمه الترنت، هنا حستخدم البديل مال مثلا شنو هي الكانسر، مثلا اذا تلاحظون بالمستشفى مال اونكولوجي عندهم سايكلز، يعني مو مره واحده انطول علاجها، هي ينعاد عاده الدواء، خاصه السوليد تيومر بروستيت لانج ليفر البريست، هنا عندهم الهيد تيومر سي ان اس تيومر، يعني سايكلز، يعني الاولى الثانيه الثالثه. فهنا شنو اقصد بالالترنيت كيموثيرابي ريجيمن؟ هنا حاخذ بديل دواء بديل من السايكل الفرديه الاولى او الثالثه او الخامسه الى انذر سيت من الديفرنت دراجز اللي انطيها بالسكند والفورث، يعني بالزوجيه بالسايكل الزوجيه، فمن ابدل بالست مال وحده من الادويه مال الفيرست، قلت لكم الاولى والثالثه او الخامسه، بوحده من الادويه اللي انا انطيها بالثانيه او الرابعه او السادسه، فهي يسموها الترنيت كيموثيرابي ريجيمن. هاي مو كل بيشنت يحتاج هاي، عاده بسبيسيفيك اوكيجن بظروف خاصه. يعني نجي هسه شنو معنى الدوز دنسيتي مال كيموثيرابي؟ معناها الفريكونسي، يعني العدد مرات الافكتيف دراج دوزنج ادمنستر، يعني الشورتنج، ايش قد القصور بين البيريد بين سايكل وسايكل اخرى. واضح طلاب؟ مثلا البيشنت بعد الجرعه الاولى مال كيموثيرابي اكو ينخفض، وايد ينخفض عندهم الوايت بي سي،
فالمناعه مالتهم جدا تهبط. احنا ما يقدر ينطي جرعه ثانيه ورا 21 يوم، ورا 3 اسابيع، او بعض البيشنت ورا شهر ما يقدر ينطيه اياه، فهنا يحتاج يسوي ديلين، ياخر السايكل الثانيه مال الكيموثيرابي البروجرام، ينطي وحده عاده حتى يرفع الوايت بي سي، ينطي الكولون ستيميوليتنج فاكتورز، ادويه وحده اللي تشتغل الكولون ستيميوليتنج فاكتورز، مثال عليه هو يستخدمون الفليجراستيم، ممكن ينطيه اياه ويسوي مونيتورنج للوايت بي سي، السي بي سي كاونت يظل يعيدوها لحد ما تصعد المستوى معين. لا احنا ممكن يبلش له الفيزيشن من جديد يرجع ينطيه السايكل الجديده، وهكذا كل ما تنخفض يرجع ممكن يوقف الكيموثيرابي وينطي كولون ستيميليتنج فاكتورز، يعني مثال الفليجراستيم، ويسوي مراقبه للسي بي سي. وممكن يعني هاي اكيد سامعين انه بعض البيشنت يتاخر عليهم الكيموثيرابي الجرعه الثانيه والثالثه، ليش؟ يقول لي مناعته منخفضه ما يقدر ينطي الكيموثيرابي، لانه يعني اساسا هو يخفض المناعه، فلازم يعطي كولون ستيميليتنج فاكتور دواء قوي يحاول يحفز انتاج النيوتروفيلز تصعد السي بي سي، فبالتالي ممكن يرجع يبلش له بالسايكلز. شنو يعني اوف ليبل يوز؟ كلنا نعرف الاوف ليبل يوز، يعني استخدم هذا الدواء الانديكيشن اور كونديشن يعني without او on license غير مرخصة بالاف دي اي ليبل، واضح؟ يعني مثلا اكو في الدواء انا استخدم المفروض الجماعة اللي عندهم نقول اللي شنو عندهم الروما يعني الروماتيزم او واحدة من هاي الروماتويد ارثرايتس او كذا، هاي مثلا هذا الدواء عند الانديكيشن مالته حسب الاف دي اي ابروفل لاستخدامه للروماتويد ارثرايتس. بعض الفيزيشن بعض البروتوكولز مثلا استخدموا هذا الدواء، سووا عليه تجربه شافوا ممكن يعطيني استجابه لبعض انواع التيومر، فبهالحاله يدخلوه بالاز ادجوفنت ثيرابي يعني كدواء مساعد مع السيستم او البروجرام لعلاج الكانسر. بهذا الحاله انا ايش اعتبره ممكن يعطيني تريتمنت، يعني ممكن يعطيني جود ريزلت، ممكن يعطيني نتيجه، ممكن البيشنت يستجيب له، ممكن يسوي امبروفمنت للكواليتي اوف لايف. لكن ستيل ما دام الاف دي اي بعد ما نوت يعني ابروفد هذا الدواء لهذا العلاج، ستيل ايش اسميه اوف ليبل دراج، لانه صح هو ده يعطيني يعني سويت له تجارب وده يعطيني افيكاسي وده يستخدموه هاي بالبروتوكول كدواء مساعد، لكن ما زال انه الاف دي اي ما سويت له ابروفد لهذا المرض، انا اسميه اوف ليبل دراج، يعطيني استجابة لكنه off label مو ضمن الانديكيشن اللي موافقة عليها الـ FDA. واضح طلاب؟ هاي بالنسبة للـ off label use. نجي على الأدجوفنت ثيرابي، أكيد نعرف شنو قلنا الأدجوفنت ثيرابي يعني دواء مساعد. هنا هو عادة systemic treatment ممكن استخدمه بعد الـ initial treatment، بعد الـ مو إلا الـ يعني إلا أنا منطي systemic therapy، احتمال انا مسوي سيرجري او راديشن والبيشنت بعده يحتاج ان اسوي له فيرذر اراديكيشن للريسيدجوال او للانديتكتبل، انديتكتبل يعني ما اكتشفتها ريسيدجوز من الديزيز او من التيومر، اللي تكون مايكرو ميتاستيسيس احتماليه منتشره لكن كميات جدا قليله، يعني بحيث انا ما قدرت اكتشفها، ما شفتها بالعمليه، ما شفتها بالاشعاع، ما قدر يوصل لها الاشعاع، ما قدرت اوصل لها بالسيرجري، فانطي ادجوفنت ثيرابي دواء مساعد بعد الانيشال انترفينشن بعد العمليه او بعد السيرجري. فالهدف من عندها قلنا حتى نسوي الراديكيشن للاني ريسيدجوال اور انديتكتبل تيومر اذا كان بالمايكرو ميتاستاسيس ستيج او ريسيدجوال ديزيز بقايا من المرض، مثلا هاي نشوفها عاده بعد البريست كانسر سيرجري، بعد الاوفيريان كانسر سيرجري او الكولوركتال كانسر سيرجري. اذا الهدف من عندها شنو؟ ان اقلل الريلابس اور الريكرنس، فرصه الانتكاسه او اعاده او يعني خلينا نقول رجوع الديزيز من جديد، وكذلك الهدف من عندها اسوي برولونجيشن للسرفايفل ريت مال البيشنت. شنو هاي طبعا شنو سميناه الادجوفنت، كنا الادجوفنت بعد العمليه، وقلت لكم مرات احتاج انطي هذا الثيرابي خاصه بعض انواع الكيموثيرابي او مو الكيموثيرابي بعض انواع الثيرابيوتيك ميديكيشن انطيها قبل البرايمر الانيشال انترفينشن، قبل السيرجري اللي انا مقررتها او قبل الراديشن اللي انا مقررتها ينطوه يعني ثيرابي.
شو نسمي بهاي الحاله؟ النيو ادجوفنت، ذاك ادجوفنت يعني بعد العمليه والراديشن. النيو ادجوفنت قبل البرايمري تريتمنت، قبل السيرجري والراديشن. واضح طلاب؟ اذا الادجوفنت يعني بعد، النيو ادجوفنت يعني قبل البرايمري انترفينشن. هنا اليا بيشنت اللي عنده لوكالي ادفانسد تيومر، لارج تيومر، اذا كان قلت لكم حجمه كلش كبير، احاول الهدف من عنده ان اسوي ريدكشن اور ديكريز بالماس مال التيومر، اضافه الى انه ازيد يعني انكريز اللايكلي هود فرصه السكسسفول ديبالكينج سيرجري. ديبالكينج بالك يعني كتله، ديبالكينج يعني ازاله هاي الكتله سيرجري. فاذا كانت لوكالي يعني هي لوكال يعني بعدها بمكانها، لكن شنو ادفانس حجمها كلش كبير، بعض البروجرامز مال العلاج يقترحون انه انطي نيو ادجوفنت ثيرابي. شنو اقصد بالنيو ادجوفنت ثيرابي طلاب؟ قلنا يعني ابلش له بالنوع من الميديكيشن قبل السيرجري او قبل الراديشن، الهدف من عندها انه ازغر الماس كتله، الماس سايز كتله الورم، وازيد فرصه او الاوبورتونيتي مال السكسسفول يعني ازيد فرصه نجاح العمليه ازاله الورم، يسموها الديبالكينج سيرجري. هنا قلت لكم اكثر شيء نشوفه وانا فعلا شفتها خلال دراسه الماجستير، كان انا على بريست كانسر يعني كان شغلي بالأونكولوجي تيتشنج هوسبيتال، فيستخدمون هواية من أي أنزل من الطبلة أو دفتر العلاج مال البيشنت، أشوف هو ماخذ قبل العملية إذا كان التيومر سايز كان كبير، فماخذ نيو أدجوفنت ثيرابي، يكتبون نيو أدجوفنت ثيرابي بالبريست كانسر، بالنون سمول سيل لانج كانسر، وبالأدفانسد هيد إذا كان حجم الورام كبير بالهيد والنيك كانسر. نجي على الكيمو بريفنشن. الكيمو بريفنشن طلاب هو ان انطي الفارماكولوجيكال ايجنت، الفارماكولوجيكال ايجنت يعني دواء، انطي دواء تو بريفنت الكانسر ديفلوبينج بسيرتن بيشنت. هذول البيشنت شنو مصنفين على انهم ات بارتيكولار ريسك، فهنا ممكن اختار فد دواء معين المفروض يكون ب يعني ما عنده فد سيجنيفيكانت ادفيرس افكت، مثلا الكوكس 2 انهبيتر للاشخاص اللي عندهم ريسك فاكتور يعني بالفاميلي هيستوري او عنده فد مرض ممكن يتحول مستقبلا الى الكولوركتال كانسر، عنده فد اوبستراكشن، عنده فد عمليه اكثر من عمليه، عنده بوليبس، عنده فد قلنا قد يقول جينيتك فاكتور، كلها يعني عنده فد بريديسبوزيشن فاكتور ريسك فاكتور انه ممكن يصير عنده كولوركتال كانسر، هذا اعتبره بيشنت ات بارتيكولار ريسك، فممكن انطيهم دواء معين باقل ادفيرس يعني اقل او ما عنده سيجنيفيكانت ادفيرس افكت، مثلا الكوكس انهبيتر، كوكس 2 انهبيترز، هذا سيلكتيف كوكس 2 انهبيتر، ممكن انطي هذول البيشنت تو بريفنت الكولوركتال كانسر. التاموكسيفين ممكن انطي بعض البيشنت اللي عندهم او طبعا كبار بركا 1 وبركا 2، هاي البركا 1 بريست كانسر جينز نوع بركا 1 بركا 2، هاي طبعا اكو جينيتك ستدي يسوون فد جينيتك دراسه للجينات مال خاصه المراه اللي عندها مثلا امها اختها بيبيتها يعني بجهه الفيميال خلينا نقول عندهم بالعائله البريست كانسر، يعني برا كلش يعني شائعه هاي بركة 1 وبركة 2 جينيتك ستاديز، فيشوفون اذا هي عندها وراثه، يشوفون الخريطه الوراثيه مالتها هي البيشنت نفسها، اذا عندها سستبتبلتي عندها انواع معينه من الجينات او عندها طفرات معينه صايره بجينات معينه، هاي البيشنت تكون ات بارتيكولار ريسك، احتمال بالمستقبل القريب او البعيد راح يصير عندها بريست كانسر، فينطوهم كيمو بريفنشن. مثال على التاموكسيفين يفيد از كيمو بريفنشن، هاي طبعا بدي احكي انا قبل ظهور الكانسر باشخاص معينين اد بارتيكولار ريسك لديفلوبينج للكانسر. واضح؟ وبعض النساء مثلا بالذات اقول نساء يسوون مثلا اللي عندهم بالعائله الامها اختها بيبيتها او سوت البركا 1 والبركا 2 جينيتك ستدي ماب شاف عندها انه يعني ممكن انه يعني عندها قابليه او صايره عندها الميوتيشن او ممكن يصير عندها بسرعه الميوتيشن تتحول الى البركا 1 والبركا 2 يعني الى الكارسينوجينيتك سيلز، فبهاي الحاله بعض النساء برا طبعا احنا عندنا
ما سامعة بيها هنا عندنا. رأسا تروح تسوي، أكيد سامعين ويعني وشايفين إنه يعني أكو حتى ممثلة عالمية إنه مشهورة سوت إزالة للبريست، لأنه عندها بالعائلة إنه وهي عندها بالجينيتك ماب ستادي مالتها إنه ممكن يصير عندها بالفترة القريبة البريست كانسر، فتسوي يعني إزالة للبريس سواء بارشال أور هول ريموفال بريس كانسر سيرجري، يعني تكون عملية إما جزء يعني تزيل من عنده أو البريزنتيتيف سيرجري، يعني شلون يسموها عملية استباقية وقائية قبل أن يظهر عليها الكانسر، فتزيل البريست من البداية. واضح طلاب؟ هاي بالسيرجري تداخل يعني سيرجيكال انترفينشن، او ممكن انطي الكيمو بريفينشن مثل ما شفنا هسه الحاله التاموكسيفين، ممكن انطي تو بريفنت البريست كانسر. شنو انواع المين تايب مال السيستميك فارماكولوجيكال ثيرابي؟ عندي الكيمو ثيرابي، طبعا انا ما انطيتكم الاسماء هوايه والكلاسز والسب كلاسز مالتهم هوايه والميكانيزم اوف اكشن مالتهم هوايه، بعض الفقرات اكتفيت ان اعدد لكم بس المين، يعني شنو هو نوعه هذا، شنو اسمه، شنو نوعه، يعني ما نعطيكم عليه الميكانيزم اوف اكشن مالته او الباثوفيزيولوجي لانه يصير عليكم شويه كومبليكيتد. عندنا الكيموثيرابي، عندي انواع من الادويه يسموها المونوكلونال انتي بوديز، هاي سيلكتفلي تارجت ريسبتورز، اذا كانت هرمونال نوع الكانسر فممكن يطول مونوكلونال انتي بوديز اللي تسوي لي تارجت قبل الليجند او الريسبتر اللي معروف انه هو اللي يبدي لي انيشيت اور بوتنشيت الكانسر باثويز، فممكن انطي المونوكلونال انتي بوديز. هاي كلها بعدين اسوي دايجنوستيك، كلها الدايجنوستيك كرايتيريا واسوي ستيجنج للكانسر، يلا ممكن اختار يا نوع من السيستماتيك ثيرابي. التايروسين كاينيز انهبيتر هذا يسوي كومبيتيشن، يتنافس مع الاي تي بي فور بايندينج، يرتبط مع الانترا سيلولار انزيم اللي هو التايروسين كاينيز ويسوي له انهبيشن. الاندوكراين ثيرابيز اكيد هاي التيومر اللي تنشئ من نسيج بي يعني اندوكراين، يعني ممكن يفرز لي هرمونز او ترانسميترز، يعني فهنا مثل البريست او مثل البروستيت ممكن انطيها اندوكراين ثيرابي. يعني شنو نوع الدواء اللي انطيه يكون يسوي لي تارجتنج للهرمون سنسيتيف تيشو، يعني مثل ما قلت انا عندي اندوكراين يعني عندي غده تفرز هرمونز، فهنا مثل البروستيت، البنكرياس طبعا بنكرياس يعني بنكرياتيك كانسر، البريست كانسر، البروستيت كانسر، فيكون تارجت للهرمون سنسيتيف تيشو. انهبيشن للتيومر جروث باي بلوكينج الريسبتورز او يسوي اليمينيشن للاندوجينوس هرمون فيدينج ذا تيومر، فاني من اضرب الريسبتور او النسيج، الريسبتور اللي موجود بالنسيج اللي هو سنسيتيف للهرمونز، راح اقطع الهرمون اللي افراز الهرمون اللي يغذي لي هذا التيومر اللي نشأ. او ممكن انطي البيولوجيكال ايجنت، البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز. شنو هاي البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز؟ هاي الادويه تسوي لي تقوي بوست يعني تقوي او بوتنشيت او تسوي ريستور للابلت يعني تقوي الجهاز المناعي بحيث يقدر يكون ايبل تو فايت الكانسر، حتى يقدر يهاجم او يواجه الكانسر. اذا البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز هاي الادويه تسوي بوست اور ريستور الابلتي تو اميون سيستم ذات to be able to fight الكانسر. مثل شنو؟ مثل ابسط شيء انترفيرون الفا، انترليوكين 2، الفاكسينز، بعض انواع اللقاحات، احنا ايش قد نستهين باللقاح؟ لا، بعض انواع اللقاحات ممكن تسوي لي prevention ضد certain type من الكانسر. البكتيريان باسيلس هم ممكن الجورين ريسبتورز، كانسر كيلينج فيروسز هاي اللي مسوي لها فد يعني موديفيكيشن بحيث تارجتنج قبل لل يعني هذا الفيروس يحقنوه بالجسم تارجت قبل سو كلنج للكانسر تشو او للكانسر سيلز. جين ثيرابي، جين ثيرابي جدا غالي جدا غالي، لانه هذا يعني نسبه الشفاء بي يعني تكون عاليه جينيتك ثيرابي، لكن جدا غالي يعني سو كوستي يكون. الادوبتيف تي سيل ترانسفير، عمليه نقل التي سيل، هاي كلها انواع جديده من العلاج يسموها البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز. التارجتد ثيرابيز، التارجتد ثيرابيز مثل عندكم قد يكون بروتوسوم انهبيتر، او قد يكون عندنا الثاليدوميد، او قد يكون عندنا الافيرولماس
وهم مثال الامتور انهبيتر، هاي كلها تارجت ثيرابيز موجهه تكون الى يعني سبيسيفيك تشو، سبيسيفيك ريسبتورز، سبيسيفيك ليجند بالجسم. هنا امثله على اللقاحات الابروفد باي الاف دي اي للبريفنشن من الكانسر، عندكم لقاح ضد الهيومن بابيلوما فايروس، شافوا ممكن اذا يعني يلقحونه يعني طول البيشنت ممكن يسوي البريفنشن خاصه للبيشنت هم ات بارتيكولر ريسك، عندهم يعني جينيتيك سسبتابيلتي اور بري ديسبوزيشن فاكتور اللي ممكن بالمستقبل يصير عندهم سيرفكس عنق الرحم كانسرز، سيرفكس كانسر، فاجينا كانسر، فالفا كانسر او الانس كانسر، كلها هاي ممكن اسوي لها بريفنشن اذا انطيت لقاح ضد الهيومن بابيلوما فيروس، شوفه ممكن يسوي لي بريفنشن ضد ذيس تايب اوف كانسر. الفاكسين اللي اخذناه ضد السيرتن تايب من الهيباتايتس خاصه الهيباتايتس بي، الهيباتايتس بي جدا خطر لانه قلنا ممكن يتحول يعني من الانواع اللي تحمل لي الكرونيك مو فقط الاكيوت، يعني الكرونيك يكون كرونيك هيباتايتس. قلنا الكرونيك ليش خطر اللي يكون فوق الست شهور لانه ممكن يتحول الى شنو قلنا، قلنا ممكن يتحول الى النوع الدمج يكون بيرمننت دمج اللي هو ايش راح يصير عندي سيروسز، وممكن يصير عندي اذا تذكرون هيباتو سيلولار كارسينوما يعني الليفر كانسر. فممكن اني امنع هذا من البدايه من ابدي انطي البيشنت لقاح ضد الهيباتايتس بي، ممكن امنع التحول الى الانواع اللي خطره اللي ابدي الاند ستيج ليفر ديزيز اللي شنو اخذناها كانت الاند ستيج ليفر ديزيز السيروسز، واللي ممكن راح يتحول الى الهيباتو سيلولار كارسينوما بعد هذا الريفرسبل. فمن البدايه ممكن انطي اني الفاكسين اجينست الهيباتايتس بي. عندي الفاكتورز اللي يعني تاثر على اختيار الدوز او اختيار اساسا شنو نوع الكيموثيرابي اللي اختاره للبيشنت، اكيد الايج مال اكيد ما عامل الطفل مثل الشاب مثل الالدرلي بيشنت، الريكرنت الكونكرنت ديزيز ستيت شنو عند الامراض عند كارديوفاسكولار ديزيز هل منتشر او لا، والبيرفورمنس ستيتس مثلا هو شيء يفضل مرات يخيرون البيشنت اذا كان يتحمل انه انطي عندي اكثر من بروجرام للعلاج ممكن اخيره، هل تحب ان انطيك اني هذا النوع من الكيموثيرابي، هل تحب ما ابلش لك بهذا الكيموثيرابي لكن المفروض انطي انا شنو البروجنوسيس شنو النتيجه اللي راح تكون يعني من اللي راح يكون افضل، هل يعني هذا ممكن بكذا سايد افكت، اكو بعض البيشنت ما يتحملون كذا نوع معين من الكيموثيرابي، بعضهم يتحملونه بعضهم تقول اخذه ما يخالف يعني حتى لو يسوي يعني الوبيجيا تساقط الشعر، او بعضهم لا ما يتحمله فما يقدر يعطيه اياه الفيزيشن بالرغم هو يحتاجه. فاذا عندي مجموعه من العوامل هي اللي تتحكم باختيار نوع العلاج وبالاختيار الدرعه مال العلاج. اكيد عاده بالعلاج مال الكانسر اني اسوي كومبينيشن تو اور مور دراجز تو اتشيف الاديتيف اور سينرجستيك افكت، اذا شنو الهدف من عندي اني اوفركم الدراج ريزيستنس واقلل السايد افكت اوف ديفرنت دراجز. عندي بعض العوامل تاثر على الريسبونس كيموثيرابي السكجول ديبندنسي، يعني الكيموثيرابي سكجولنج ايش قلت لكم اني ما ننطي سنجل دوز، ما ننطي سنجل دوز انا انطيه على شكل سايكلز. ليش انطي على شكل سايكلز؟ لان اذا انطيت فقط وان سايكل ما راح اسوي لي اراديكيشن اور اليمينيشن لكل المالجننت سيلز، والمفروض طلاب اني ابلش اكو شنو انا عندي دا اقول عنده ان كنترولد جروث يعني النمو ما اقدر اسيطر عليه، ممكن ان ازيل بهاي الجرعه بالسايكل الاولى، واكيد عاده يكون كومبينيشن اكثر من دواء، عاده كومبينيشن ممكن انا انطي سنجل حسب الحاله مال المريض، لكن عاده هو كومبينيشن من دوائين او اكثر بالسايكل الوحده. فالسايكل الوحده ما راح اسوي لي الراديكيشن او اليمينيشن لكل المالجننت سيلز، وعندي ريكفري بيريد ممكن يرجع البقايا ممكن ترجع ريكفري بيريد بتوين السايكلز، فالمفروض السايكلز الثانيه تبدي قبل التيومر سايز يرجع ينمو للبريفيوس سايز قبل ان اسوي له العمليه، فهي مدروسه عاده. الريكفري عاده يحتاج وشلون اعرف اني بدت الوايت بي سي تقل انا عندي تقريبا ب 20 يوم بعد التريتمنت، فالمفروض انا الكيموثيرابي ريبيتد هو عاده السايكل كل 21 يوم او كل شهر، بين ال 21 يوم عن كل ثلاث اسابيع تقرون السايكل او كل شهر.
هاي الغالبا والعاده البروجرام المتبعه بالمستشفيات العالميه كلها. واضح طلاب؟ بعد شنو الفاكتورز؟ الدوز انتنسيتي، الدوز انا شلون احسبها بالكيموثيرابي مو مثل ما نحسبها بالباقي الادويه، تذكرون نقول ملي جرام بير كي جي بالوزن، لا هنا بالبودي سيرفس اريا، والبودي سيرفس اريا الويت والهايت معادلات عندي خاصه، معادله خاصه احسب احسب عفوا البودي سيرفس اريا مال هذا البيشنت بالسكوير متر واحسب له الدوز مال الكيموثيرابي، اذا هي بالملي جرام بير مو كي جي بير سكوير متر، يعني بالبودي احسب البودي سيرفس اريا بير ويك. واضح طلاب؟ الدراج ريزيستنس، هل هذا الدواء عنده ريزيستنس لهذا البيشنت اور نوت؟ التيومر سايز، دائما السايز الكبير الفاسكولاريتي مالته تكون قليله، فاتوقع صعب انه يصير بي بنتريشن بالدوز الطبيعيه مال الدواء اللي احنا مختارينه، لان كل ما يزداد السايز تقلل البنتريشن اوبورتونيتي لهذا التيومر. الفارماكوجينومكس، طبعا الفارماكوجينومكس الجينيتك بوليمورفيزم كلش تلعب دور، اذا صار عنده جينيتك بوليمورفيزم هذا الدواء راح يتغير الميتابوليزم مالته، حيتغير الديسبوزيشن يعني الديستريبيوشن مالته بالجسم، فاكيد الافكيسي مالته راح تقل بالجسم مو منافس البيشنت اللي ما صار عنده جينيتك بوليمورفيزم لهذا الدواء. نجي على الدوز، مثل ما قلت لكم هنا الدوز اغلب الكيموثيرابي ما نعتمد على الكي جي، نعتمد على البي اس اي البودي سيرفس اريا واللي نرمز لها بس يعني ملي جرام بير سكوير متر. واضح طلاب؟ نجي هسه الروت اوف ادمنستريتنج الكيموثيرابيوتيك ايجنت، عاده السيستماتيك توكسيك كيموثيرابي اكيد نعطيها اي في، الاي في اما يكون بولس او يكون شورت انفيوجن او يكون كونتينوس انفيوجن نفس ما شفناها بالتي دي ام، عندي الاي في اما اي في بولس يعني مباشره خلال 5 دقائق انا انطي، وعاده صعبه انطي الكيموثيرابي خلال 5 دقائق لانه يكون مؤلم مؤلم الاعطاء مالته، فينطوك شورت انفيوجن اور كونتينوس انفيوجن. ممكن انطي اورالي، نعم ممكن بعض الانواع من الكيموثيرابي ممكن انطيها اورالي بس مو التوكسيك طبعا، ممكن انطي اي ام، ممكن انطي اي ام، اكو بعض الانواع ممكن انطي سبكوتينيوسلي فور سم اور سيرتن ايجنت من الثيرابي. الكيموثيرابي بعض الانواع انطيها لوكالي، شو وقت انطيها لوكالي طلاب؟ يعني شلون لوكالي؟ يعني حقن مباشره انتراثيكالي او انطيها انترا بلوراري قبل بالبلورار كافيتي مال منطقه الصدر، الحقن مباشره يكون هنا الهدف من عندها، اذا التيومر يعني انا محدده مكانه ومحدده حجمه هنا الهدف من عندها ان الاونج يعني اسمح ان اوصل هاي كوانتيتي اور هاي كونسنتريشن من الدواء ات سايت اوف تيومر، وبنفس الوقت انا متخلصه من فد شيء اتوقع باقي الروت اوف ادمنستريشن اقلل السيستماتيك اكسبوجر او اقلل معناه السيستماتيك سايد افكت مال الدواء، من اجي احقنه لوكالي يعني قبل ادخله انتراثيكالي اور انترابلوراري، فهنا قبل راح ادخل هاي كونسنتريشن من الدواء بنفس الوقت اقلل السيستماتيك اكسبوجر فاقلل السيستماتيك ادفيرس افكت مال الدواء. اذا هاي الهدن اذا ايضا قلنا حسب نوع التيومر، حسب النوع والسايز مالته ممكن انطي اللوكالي تيومر، يعني مو كل تيومر انا اقدر احقن الدواء لوكالي، مو كل تيومر سيرتن تايب من التيومر ممكن استخدم اللوكالي، وطبعا هذا يفيد للبيشنت كميه كبيره واقلل السيستماتيك اكسبوجر. هنا عندي بالنسبه للاورال كيموثيرابي عندي ادفانتج، هم سويتو كان بالبولد ادفانتج، وهاي الهوفر يعني ديس ادفانتج. الادفانتج مال الاورال انه كونفينينت للبيشنت، افضل مما اني اعذبه وكل شويه مشكشك ايده ويصير عندهم من السايد افكت مال الكيموثيرابي، منطقتكم يعني رؤوس اقلام بنهايه المحاضره الاكسترا فازيشن يعني يصير عنده يعني يعبر الدواء، يعبر من المكان شلون يتزرف الوريد فيعبر الدواء الى الانسجه النيبورنج تشو وتبدي الايد تورم وتزرق وكذا، ولازم احولها لغير مكان واوقف الاعطاء الدواء فاتخلص من هاي السالفه مال اكسترا فازيشن. كونفينينت للبيشنت، يفضل البيشنت، ممكن انا ازيد الكواليتي اوف لايف، يتقبل المريض، اقلل اكيد هو ارخص من الاي في وارخص من الانتراثيكالي ومن يعني من اللوكالي انجكتد ميديكيشن، فهنا يقلل التريتمنت اسوشيتد كوست، لكن الديس ادفانتج مالته يكون الميديكيشن ايرور نسبه الخطا بيه كلش عاليه، فرصه مراقبتي للادفيرس افكت قليله لان هو حياخذه بالبيت، انا ايش مدريني شنو الاعراض اللي حتطلع عليه وايش مدريني هو راح يبلغني وشلون اعرف هو حيميز هاي مال هذا الدواء او مال غير دواء هو ياخذه، اذا ليس مونيتورنج اوف ادفيرس افكت اوبورتونيتي
واضافه الى الانتر اكشن مع الادويه الدراج مع الدايتري سبلمنت مع الاو تي سي ميديكيشن اللي هو دا ياخذها بدون ما انا اعرف، دا ياخذ اعشاب اكيد سامع هاي الاعشاب تفيده بعلاج الكانسر، واكيد اكو بعضهم نوت ريبورتنج ما يقول انا ما اخذ هاي الدواء ما يقول، فانا شلون اعرف احتمال هذا الدواء دا ياخذه، هاي الاعشاب اللي دا ياخذها، هاي الاو تي سي ميديكيشن دا ياخذها لعلاج مثلا فلو لعلاج تونزيلايتس وما مبلغني بها، اي او تي سي ميديكيشن اي اعشاب دا ياخذها، اي دراج دا ياخذها مال كرونيك ديزيز، اي فود احتمال الفود يتداخل مع هذا الكيموثيرابي الاورال كيموثيرابي انتر اكشنز، فصعب ان اراقبها. او اكسيدنتال اكسبوجر تو اذر انديفيدجوالز، يعني شخص اذا ما يعرف يقرا ما مبلغنا وهذا الدواء الاورالي هاي الحبوب مال كانسر، احتمال شخص اخر ما يعرف كبير بالعمر اجى ما يشوف زين اخذ هاي الحبايه عباله ما ضغط عباله ما سكر وهي كيموثيرابي، فعرضت شخص اخر ما يحتاج هذا الدواء الى الاكسيدنتال يعني بصوره عرضيه غير مقصوده الى الكيموثيرابي. بالنسبه للفارماسيست ديل وذ بريبيرنج كانسر تريتمنت، طبعا اكو بروتوكولات طويله وعريضه وكتب تحكي شلون الفارماسيست يتعامل مع ادويه الكانسر، طبعا ادويه الكانسر بوتنشال كارسينوجينيك مسرطنه وتيراتوجينيك للحامل، تيراتوجينيك مشوهه زين وميوتاجينيك ممكن تسوي ميوتاجينستي تسوي ميوتيشن بالجينز وبالدي ان اي فتكون جدا 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 خطره، فالهاندلنج والادمنسترنج مالته شلون يحضرها الدوز بهود بهود سيبريتد هود ولابس جلوفز لازم تكون خاصه وماسك خاصه من يسوي هاندلنج من يتعامل وياها من يسوي ادمنستريشن لذيس ايجنت كلها لان تخلي سواء الفارماسيست او الاذر هيلث كير وركرز العاملين بالقطاع الصحي بهذا المجال بالهاندلنج والادمنسترنج للكانسر تريتمنت لازم يكون عندهم سبيسيفيك سيفتي ميجر. اكو رول اسمه رول اوف 5، شنو هاي الفايف؟ المفروض يقول تو انشور سيفتي اوف ذا بيشنت، اضافه البيشنت والفارماسيست طبعا المفروض يختار اضافه قلت لكم يعني مكان معزول تهويه به طبعا معزول عن باقي الردهات لابس يعني سبيشال جلوفز سبيشال ماسك قلت لكم هي تكون تيراتوجينستي يعني الحامل الكذا المفروض ما تتعامل وياها بتكون كارسينوجينيك ميوتاجينيك وتيراتوجينيك ويتبع بصوره عامه الفايف رولز. الفايف رولز شنو يقصد بيه؟ الرايت بيشنت المريض الصحيح، الرايت ميديكيشن الدواء الصحيح، الرايت دوز الدوز الصحيح، الرايت روت والرايت تايم لاعطاء الدواء. واضح طلاب؟ هسه نجي على الكانسر بين كنترول، شلون اسيطر على البين؟ طبعا هنا اكيد راح انطي انالجيسيا، الانالجيسيا هم ياخذها ريجولارلي او كذلك خلال بريك ثرو، يعني ممكن يستخدمها بصوره منتظمه وممكن خلال يعني من تجي له نوبات الالم. طبعا الاستيمولنت لاكزيتيف هم ممكن الكونستيبيشن والستريننج البيشنت من يبدا يعصر هم يزيد الاديشنال بين، فممكن ينطوا استيمولنت لاكزيتيف الاستيمولنت لانه رابيد اونست اوف اكشن ممكن تمنع لي constipation. الامرجنسي كومبليكيشن مال الكانسر يستدعي الامرجنسي السباينال كورد كومبريشن، يصير عنده ضغط على السباينال كورد هنا يكون الم كلش قوي المفروض انطي انالجيسيا. طبعا بالمناسبه هنا الانالجيسيا يستخدمون الاوبيويد، ممكن يستخدمون الاوبيويد يعني يعتبر جود تشويس وهاي دوز من الستيرويد حتى اقلل الانفلاماتوري ريسبونس، وبعدها شي يسووا له نيورو سيرجيكال تريتمنت عمليه نيورو سيرجن يعني جراح جمله عصبيه حتى يزيل التيومر اللي صاير على السباينال كورد وهاي الالم اللي يصير عنده نتيجه الضغط على السباينال كورد. سوبيريور فينا كافا اوبستراكشن ممكن يصير التيومر يسوي اوبستراكشن بالسوبيريور فينا كافا ان وش يعالج الأندرلاين كوزز باي الكيموثيرابي خاصة بعض الأنواع من الكانسر هنا، وممكن أنطي خاصة يأخذون ميديستينيال راديشن هنا ممكن أعالج بالميديستينيال راديشن أو ممكن أعالج بالستينتينج. الستينتينج يعني أخلي مرت علينا سابقا إذا ذكروها طلاب هذا التيوب تكون بلاستيكال أو ميتال معدني أو بلاستيكي سيرتن تايب أو تيوب تسوي له إنسيرشن بالفيزلز، فبعد شوي شوي تبدي تدريجيا هو حتى
تمنع الاوبستراكشن، فتسوي دايليتيشن، يسوي لها ستنتنج. طبعا هاي زراعه الستنت تكون الريزلت مالتها اسرع من استخدام العلاج الاشعاعي لعلاج الاوبستراكشن صاير بالسوبريور فينا كافا هنا، وحتى ممكن استخدمها للبيشنت اللي طوهم كيموثيرابي وريزيستنت ما استجابوا، وانطوهم راديشن وكانوا ريزيستنت، فممكن يستخدمون الستنت. يتباع شويه شويه هاي تنفتح، هاي التيوب تنفتح تصير مثل الستنت، مثل الشبكه، وتسمح للوعاء الدموي بان يكون اوبن. واضح طلاب؟ بعد من الامرجنسي كومبليكيشن هو الهايبركالسيميا. الهايبركالسيميا ممكن اعالجها عن طريق الاي في نورمال سايلين مع الاي في بيسفوسفونيت حتى يسوي كيليتنج اور كيليتنج للكالسيوم الاوفر، يعني الاوفر الزياده اللي صايره عندي بالكالسيوم. النيوتروبينيك فيفر، نيوتروبينيك فيفر يعني عندي ارتفاع بدرجه الحراره تقريبا 38 او 38.3 وفوق، اذا قاسوها عن طريق الاورالي او استمرت الارتفاع مالتها اكثر من ساعه. بنفس الوقت البيشنت نيوتروبينيا يعني الوايت بي سي منخفضه واصله للالف او ال500 فقط، احنا نعرف الطبيعي من ال5000، وبعض المختبرات تقول تنزل لل4000 ونص لحد تقريبا ال10000 او لحد ال11000. هذا الطبيعي من يبدي ينزل يعني بدا يصير عنده نيوتروبينيا. النيوتروبينيك فيفر يعني كلش منخفضه الوايت بي سي يعني 500 لل1000 واصله، اضافه أنا قلت لكم الى ارتفاع درجه الحراره 38 درجه او فوق او يعني اكثر. هنا المفروض immediately ابدي empirical IV antibiotics، ممكن انطي alone يعني single او ممكن اسوي كومبينيشن من الاي في. اذا ما استجاب البيشنت ممكن بعد يومين اني اضيف له اضافه للاي في انتي بايوتكس اضيف له سيستماتيك انتي فانجل انتي باي يعني انتي بايوتكس ممكن اضيف له. بعض المصادر تقول ورا 5 ايام، بعض المصادر تقول لا ورا يومين ممكن ابلش له اضيف له السيستماتيك انتي فانجل ميديكيشن. نجي على الكلاسيفيكيشن اوف الانتي كانسر تريتمنت توكسيسيتي. طبعا التوكسيسيتي اللي تصير لي بالانتي كانسر، هاي العلاجات قلت لكم لها تصنيفات كل شوي شفتوها، الكيموثيرابي والبيولوجيكال موديفاير والمونوكلونال والتارجتد، كلها هاي الانواع تكون وياها توكسيسيتي. التوكسيسيتي اما تكون اكيوت وكمان او تكون سبيسيفيك اورجان توكسيسيتي، يعني سبيسيفيك يضرب لي لانج توكسيسيتي او هيد يعني سي ان اس توكسيسيتي او كارديوفاسكولار توكسيسيتي او نفرو توكسيسيتي او ممكن تكون جونادال توكسيسيتي يعني على الريبرودكتيف سيستم بالميل او بالفيميل. واضح يسموه سبيسيفيك اورجان توكسيسيتي، مثلا قد تكون ليفر توكسيسيتي سبيسيفيك يعني خاصه باورجان معين. واضح؟ من اقول كمان واكيوت لا، هاي راسا تصير لي خلال ايام او ساعات من اعطاء العلاج يعني هو الكيموثيرابي. لونج تيرم كومبليكيشن هاي بعد سنين من العلاج ممكن يصير عنده هاي اللونج تيرم كومبليكيشن ديلايد وتكون irreversible. عاده يكون طلاب هاي مثال عليها اللونج تيرم كومبليكيشن النون هوجكن لمفوما، هو ده يعالج نوع معين من الكانسر نتيجه الاميونو سبريشن ورا عده سنوات ممكن يصير عنده نوع من الكانسر اخر هو النون هوجكن لمفوما او اللوكيميا. بعض انواع اللوكيميا تجيني من العلاج انا عندي كانسر وعالجته ورا سنتين او ورا 4 سنوات يصير عنده لوكيميا، يعني هاي سكندري كانسر نتيجه يعتبر يعني لونج تيرم كومبليكيشن نتيجه للعلاج مال البرايمري كانسر نتيجه لاستخدام الكيموثيرابي. واضح طلاب؟ اذا عندي كومن اوتومول اكيوت توكسيسيتي اللي راسا تظهر لي خلال ايام او immediately او خلال ساعات من اعطاء الكيموثيرابي وعاده تكون ريفرسبل. او شنو نوع حيكون التوكسيسيتي قلنا، او يكون سبيسيفيك اورجان توكسيسيتي مثل ما قلت لكم تضرب لي لانج تضرب لي سي ان اس تضرب لي كارديو فاسكولار، او لونج تيرم كومبليكيشن هاي اللي تكون ريفرسبل عاده بعد سنوات. واضح طلاب؟ نجي على الكومن اند اكيوت توكسيسيتي. الكمان اند اكيوت توكسيسيتي قلت لكم هاي عاده تصير بالتشو اللي هو هايلي بروليفيرتيف كاباسيتي الليمفويد تشو البون مارو، لهذا راسا يصير بالابيثيليوم مال جي اي تي والسكن. لهذا باعوا طلاب ايش اقول يصير الهاي الكمان والاكيوت اللي يصير خلال ساعات او خلال ايام تصير بالنسيج اللي تميز بانه عنده هاي
يعني هايلي بروليفراتيف كاباسيتي، قابليه يعني عاليه جدا على الانقسام والتكاثر. مثالها يا انسجه الطبقه الظهريه مال جي اي تي والسكين، البون مارو، الليمفويد، ولهذا تشوفون الوايت بي سي تنخفض ورا اول سايكل، ورا اول جرعه من الكيماوي. تشوفون الشعر ورا ايام تقريبا اسبوع الى 10 ايام احتمال اقل او اكثر يبدي يوقع. ليش؟ لانه النسيج مالته هو من نسيج يعني قابليه ان يصير به بروليفريشن وديفيجن وجروث جدا عاليه عنده، واضح طلاب؟ فهنا الكمن والاكيوت توكسيستي اتوقع تصير بالانسجه اللي تكون هاي بروليفريتيف كاباسيتي، اوكي؟ فيصير عنده بعد النوجيا والفوميتنج، هو ورا اول جرعه احتمال خلال ساعه الى ساعتين يبدي عنده التقيؤ ولعبان النفس، المايلو سبريشن، ميوكوسايتس، التهاب اللي يصير بالاورال كافيتي، الانوريكسيا، هي الالوفيجيا، قلت لكم تساقط الشعر ورا ايام قليله من الجرعه الاولى. بس هاي كلها تقريبا ريفرسبل ورا ايام، يعني ورا ما خلص الجرعه ممكن ترجع طبيعيه. الشعر ورا ما يخلص السايكلز كلها البروجرام مال العلاج مالته ورا شهر الى شهرين يرجع يبدي ينمو الشعر من جديد، لكن عاده التكستشر مالته الملمس مالته احتمال حتى لو انا يختلف عن الشعر قبل اعطاء الكيموثيرابي، يعني يختلف التكستشر مالته، الملمس، النمو، النوع مالته، سرعه النمو مالته تختلف عن اللي كان قبل الكيموثيرابي. واضح طلاب؟ اذا هاي يسموها الكومن والاكيوت توكسيسيتي. هسه نجي على الهيماتولوجيكال توكسيسيتي، هاي بالنسبه للسوليد تيومرز اللي شرحناها. الهيماتولوجيكال المايلو سبريشن، طبعا المايلو سبريشن هم يصير ممكن مع السوليد تيومرز او مع الهيماتولوجيكال disorders، وهي تعتمد يقول على الدوز limiting toxicity حسب الدوز اللي أنا معطتها للpatient، وتعتبر واحدة من الموست كومن توكسيسيتي بالسايتوتوكسيك كيموثيرابي. هنا اي بون مارو سيلز ممكن تكون افكتد، ممكن يصير الجرانيولوسايت تقل فيصير عنده جرانيولوسايتوبينيا، ممكن البليتليت كاونت يقل فنسميه ثرومبوسايتوبينيا، ممكن الار بي سي يقل الريد بلود سيلز كاونت يصير بي ديكريز فنسميه انيميا. من هذين الانواع الجرانيولوسايتس يعني الهول وايت بي سي كل الوايت بي سي اللي تقل هاي جدا شائعه جدا شائعه، ورا ايام من اعطاء الدواء تبدي تنخفض عند المايلو سبريشن، يبدي تنخفض عند الجرانيولوسايتس. ثرومبوسايتوبينيا البليتليت ممكن يقل عددها هم شائعه، لكن الانيميا مع الكيموثيرابي قليله نادره ما نشوف الا اذا عنده برايمري كوز. ليش تتطلب؟ ليش الانيميا تعتبر اقل المايلو سبريشن اقل انواع؟ يعني اكثر شيء قلت لكم الجرانيولوسايت ينخفض عددها، يعني الوايت بي سي يعني خلينا نقول نسميها نيوتروبينيا ينخفض عدد الوايت بي سي هاي كل الشائعه، البليتليت كاونت ينخفض يسموه ثرومبوسايتوبينيا هم جدا شائعه. الانيميا اقل الانواع شيوعا، ليش تتوقعون طلاب؟ ليش؟ لانه مثل ما نعرف الار بي سي عمرها طويل مقارنه بعمر الوايت بي سي، الجرانولوسايتس والانواع الباقيه مال الوايت بي سي، وكذلك البليتليت يعني عمر الار بي سي ايش قد عمرها؟ احنا نعرف تقريبا 120 يوم الى 80 يوم، فاذا عمرها طويل مقارنه بالباقي انواع البون مارو سيلز، فلهذا اتوقع الانيميا اقل وحده من البون مارو يعني المايلو سبريشن ادفيرس افكت اقل وحده ممكن تطلع على البيشنت، الا اذا هو كان يعني انيمك من البدايه عنده انخفاض بالار بي سي من البدايه قبل ان يبلش بالكيموثيرابي. اذا هنا عندي طلاب نقول ملاحظه الوايت بي سي والبليتليت قلنا هاي اللي تكون اكثر المايلو سبريشن شيو عن تبدي تنخفض بعد تقريبا 5 الى 7 ايام، يعني اول اسبوع تقريبا من بدايه الكيموثيرابي، وتبدي الانخفاض مالتها يبدي اكثر بعد اسبوع الى 10 ايام، وتبدي الريكفري تقريبا ورا اسبوعين الى 26 يوم. تم تعتمد على مناعه البيشن ورا ايش قد تبدي يعني ترجع الى مستواها الطبيعي. الفاكتورز اللي افكتنج الديجري مال سايتوبينيا يعني الانخفاض اللي يصير عندي بالوايت بي سي او بالبليتليت كاونت او بالار بي سي يعتمد على الايج مال البيشنت، عفوا هو البيشنت ريليتد يعني العمر مالته، الحاله الصحيه مالته، المناعه مالته، الاتش بي مالته، مثلا الوايت بي سي مالته اساسا قبل جهاز المناعه، اوفر اول الاميونيتي فانكشن مال البيشنت، والايجنت ريليتد هل الايجنت بوتنت كلش قوي بحيث راسا ينخفضها ورا يومين ثلاثه او ورا اسبوع، او البيشنت مودريتلي بوتنت او لو بوتنسي عنده يعني تاثير قليل يكون على الوايت بي سي او على البليتليت او على
الار بي سي. نجي على النيوتروبينيا. النيوتروبينيا قلنا هو الانخفاض بالوايت بي سي، اعتبره وصل نيوتروبينيك من يبدا ينخفض قلت لكم للالف الى 500 خليه بالمليمتر المكعب الواحد. هنا شلون امنعها؟ طبعا اكيد ما اقدر اوقف اقلل، ما اقدر اقلل الجرعه مال الكيموثيرابي، لكن ايش راح اسوي؟ انطي برايمري بروفيلاكسيس، يعني بلشوا له بروفيلاكسيس من البدايه. قلت لكم بالكولوني ستيمليتنج فاكتورز اللي فائدتها انه تقلل الديوريشن والدبث مال النيوتروبينيا، فبالتالي راح اقلل السيريس. انا يعني من ادخل عندي الوايت بي سي يعني راح اعرض البيشنت شنو يكون اميونو كومبرومايز، فراح يكون معرض للسيريس انفكشن. فانا من انطي هاي الكولوني ستيمليتنج فاكتورز، قلت لكم مثال الفليجراستين، راح اقلل الديوريشن والدبث مال النيوتروبينيا، فبالتالي راح اقلل الفرصه الاوبورتونيتي مال السيريس انفكشن، اقلل الفرصه مال الهوسبيتال ستينج نتيجه الانفكشن، واقلل التاخر بالتريتمنت. ممكن لكم ممكن ياخر لي النيكست دوز مال الكيموثيرابي، فراح ياخر اقلل تاخير الدوز مال الكيموثيرابي، لكن ما له علاقه بالبرولونجيشن مال اوفر اول سيرفايفل، راح يطول عمر المريض عاده. اوكي، من انواع الكولوني ستيميليتنج فاكتورز اكو فقط تحفز الجرانيولوسايت مثل الفليجراستين، اكو لا تحفز الجرانيولوسايت مع الماكروفاج، مثال عليها عندكم السالجرا موستي، هاي بس مثال واحد نطيتكم على كل نوع. السايد افكت الاسوشيتد مع استخدام الكولوني ستيميليتنج فاكتورز هو الالم بسيط يكون بالبون، مايلد بون بين يكون از سايد افكت اوف كولوني ستيميليتنج فاكتور ثيرابي. نجي على النيوتروبينيا وذ انفكشن اللي اخذت مرتكم قبل شوي شرحت لكم عليها، قلت لكم وجود الفيفر يعني درجه الحراره 38 اكثر من ساعه، او القاس يعني قسنا الحراره للبيشنت اورال تمبرتشر كانت 38.3 وفوق مع باقي علامات الانفكشن، فهنا شنو معناها؟ المفروض الفيف اخذتكم اياها بالاصفر، المفروض نسيسيت يعني نسيسري انه ايميديتلي ابلش للاجريسيف تريتمنت مع البرود سبيكتروم امبيريكال اي في، اما انطي سنجل فقط انطي سيفيبينيم، او انطي دوال ثيرابي سيفيبينيم مع اما الفانكومايسين او مع الامينو جلايكوسايد تو بريفنت الاوفر ويلمينج انفكشن. قلنا ممكن نضيف ورا 5 ايام او 7 ايام ممكن اضيف الامبيريكال انتي فانجل ايجنت مثل الكابسو فانجين، ممكن اضيفه اذا كان البيشنت ستيل فبرايل بعد الحراره مالته ما نزلت، ممكن اضيف لاني الامبيريكال انتي فانجل. هنا حسب الجايد لاينز يقول الكولوني ستيميليتنج فاكتورز لعلاج الفبرايل نيوتروبينيا عاده ليميتد للبيشنت اللي هم هاي ريسك من الساينز اوف بريدكتيف كلينيكال ديتيريوريشن، يعني ابقيها للاشخاص اللي هم فوق ال 65 سنه. هاي شنو عطاء الكولوني ستيميليتنج فاكتورز بنفس الوقت مع للشخص اللي عنده فيفر وعنده علامات الانفكشن؟ فقط اذا كان فوق ال 65 سنه ممكن اضيف للكولوني ستيميليتنج فاكتورز. خلصنا من الوايت بي سي انخفاض، هنيجي على الثرومبوسايتوبينيا، قلنا يعني انخفاض بعدد البليتليت وقلنا هذا هم يكون جدا شائع. شنو يعني الثرومبوسايتوبينيا؟ يعني انخفض عددها اللي وصل مرحلة الخطر هو جوا العشرين ألف، هو طبعا جوا المية ألف تبدي يعني الخطورة، من وصل جوا العشرين ألف يعني البيشنت أكيد راح يصير عنده بليدينج، بدل راح يصير عنده هيمورج، فهنا المفروض رأسا أسوي له بليتليت ترانزفيوجن. عادة يقول إذا كان البيشنت uncomplicated thrombocytopenia ممكن أنقل صفائح الدموية من تبدي تنخفض جوا الألف إذا كان ما عنده complication، إذا كان عنده complication وعنده other risk factor مال البليدينج لا جوا العشرين ألف رأسا المفروض أنا أبني له البليتليت ترانزفيوجن. نجي على الأنيميا وقلنا الأنيميا أقل وحدة من المايلوسبريشن من السايد افكت اللي ممكن تظهر لأنه الـ RBC عندها long half-life، فهنا قلنا هي مو دائما تحدث إلا إذا كان عنده primary disease بالـ RBC. عادة شلون أعالجها؟ أما أنطي الإرثروبويسيس ستيميليتنج ايجنت أدوية تحفز الـ RBC البرودكشن، أو أنقل له دم blood transfusion. طبعا الإرثروبويسيس ستيميليتنج ايجنت هدف من إعطائها هو الهدف أنه أمنع خطوة نقل الدم للمريض، فالمفروض ما أبديها إلا من أجي أقيس الـ HB مالته أشوفه نزل عن العشرة،
واضح طلاب؟ اذا اريد ابدي انا الارثرو بويز ستيمليتنج ايجنت، اذا اريد اني انقل الار بي سي ترانزفيوجن للبيشنت، هنا اذا كان ما عندي اي كومبليكيشن انتظر لحد السبعه الاش بي، من يوصل سبعه هذا يعتبر سوتبل انديكيشن ان انقل للار بي سي. اذا كان البيشنت مالتي عنده اكيوت كورونري سندروم، يعني عنده كومبليكيشن عنده اكيوت كورونري سندروم، او اذا كان عنده كارديو فاسكولار ديزيز، لا هنا المفروض اسوي له الترانزفيوجن بالاتش بي، ما انتظر للسبعه، من يوصل للثمانيه جرام بير دي سي لتر المفروض ابلش للار بي سي ترانزفيوجن. هذا فيما يخص البون مارو توكسيسيتي اللي شفناها المايلو سيبريشن. اجي على الجي اي تي تراكت، مو قلت لكم لانه الابيثيليا مال الجي اي تي ومال السكن تكون هاي، عندها كاباسيتي للبروليفريشن اور للجروث، فممكن تظهر عليها الموست كمان والاكيوت توكسيسيتي. اهم الجي اي تي توكسيسيتي هي النوجيل، فوميتنج، الاورال كومبليكيشن مثل الميوكوسايتس والستوماتايتس والايزوفاجايتس، وكذلك اللور بول disturbances. نجي على ال N وال V، النوجي والفوميتينج. هاي CIMV شنو معناها؟ معناها الكيموثيرابي انديوس النوجي، او يقرأها النوزي والفوميتينج طلاب. هنا هاي الموست فريكوينتلي اكسبيرينس سايد افكت، طبعا خاص بس ياخذ الكيموثيرابي خلال اول ساعه الى ساعتين من اعطاء هذا الكيموثيرابي، راسا يظهر على البيشنت يبدي عند الغثيان والتقيؤ. واحدة من الأهم المسببات للpatient non-adherence sleep بحيث يكون يضوج من الكيموثيرابي. عندي ثلاث أنواع من يقسم الـ CINV: acute emesis، وعندي delayed emesis، وعندي anticipatory emesis. الأكيوت emesis هو اللي رأساً يظهر خلال أول ساعة إلى ساعتين من إعطاء الكيموثيرابي، والبيك مالته يصير وراء أربع ساعات إلى ست ساعات، وينتهي تقريباً وراء 24 ساعة، أو بأول خلال نقول بأول 24 ساعة من إعطاء الجرعة. طبعا الاكيوت شافه هو طبعا اكو كومبليكيشن، يعني اكثر من باثوي بالباثوجينيسيس لحدوث هاي الغثيان والتقيؤ، لكن شافه الاكيوت اكثر شيء بسبب الزياده اللي صار عندي بالسيروتونين كونسنتريشن. فاذا راسا يجي ببالي السيروتونين انتاغونست الادويه تفيدني اذا بحاله الاكيوت امسز، ما تفيدني بالديليد امسز. شافه بالديليد والانتسيبيتوري فوميتنج اكو غير باثويز لها علاقه مثلا بالدوبامين وباقي الهستامين وغيرها بالباثوي باثوجينيتك باثولوجيكال باثويز لحدوث النوجيه والفوميتنج. واضح؟ اذا الاكيوت امسز شافوا اكثر شيء بسبب زياده البلازما سيروتونين كونسنتريشن، فالسيروتونين انتاجونست تفيدني بالعلاج الاكيوت امسز. بينما بالديليد امسز، هاي من اسمها ديليد يعني وراء اول 24 ساعه، وراء اول يوم من اعطاء الكيموثيرابي، البيك مالتها وراء يومين الى ثلاث ايام، وتبدي تقل وراء اسبوع، يعني تقريبا وراء ست الى سبعه ايام تنخفض وتختفي. الانتيسيبيتوري امسز هاي شنو معناها؟ معناها قبل ياخذ العلاج، لانه سابقا هو ماخذ يعني استباقيه، يعرف انه هذا الدواء ماخذه سابقا وسوى عنده الغثيان وسوى عنده التقيؤ، فيصير عنده نوع الامسز هذا يسموه الانتيسيبيتوري امسز قبل ياخذ التريتمنت از ا كونديشن انه ريسبونس البيشنت. قبل ماخذ هذا العلاج وصار عنده سيجنيفيكانت اند ان في ديورينج البريفيوس سايكلز اوف كيمو ثيرابي. شلون نعالج التريتمنت للكيموثيرابي انديوس النوجيه والفوميتنج؟ طبعا اما ننطي الدواء قبل يعني حتى امنع الاكيوت سي اي ام بي، او انطي بعد الكيموثيرابي حتى امنع الديلي امسز. واضح طلاب؟ هاي كلها تساعدني بالكنترول للسيمبتومز. ملاحظه عندي الاهم الادويه، خلينا نقول اكو عندي البريدومينانت كلاسز، خلينا نقول اكو السكند لاين. البريدومينانت كلاسز مال انتي اميتيك او نسميها first class هي ال 5HT3. ها شنو اقصد به سيروتونين؟ اذا سيروتونين انتاغونست، او شيء يسموها النيوروكاينين 1 ريسبتور انتاغونست، او الكورتيكوستيرويد، هذول اللي يعتبرون first line او يسموها الموست بريدومينانت انتي ايميتيك ايجنت اللي ممكن استخدمها لعلاج الكيموثيرابي انديوس ان اند في. واضح؟ السكند لاين عندي انواع اخرى، مثلا الدوبامين انتاغونست، مثلا البروميثازين او البروكلوبيرازين، يعني الاستيميتيل، عندنا البنزوديازيبين اقدر استخدم اللورازيبام، عندي بيوتريفينون مثل الهالوبيريدول والدروبيريدول، عندي البنزامايد مثل الميتوكلوبرومايد، هذا هم جدا شائع انتي اميتيك، او الكانابينويدز. واضح طلاب؟ هاي كلها تعتبر السكند لاين اللي قبل
اللي هي السيروتونين انتاجونيست، النيوروكاينين ريسبتور انتاجونيست، والكورتيكوستيرويد تعتبر الفيرست لاين انتي اميتيك ايجنت. اعطيتكم امثله على النيوروكاينين 1 ريسبتور انتاجونيست. عندنا الابريبيتنت، الابريبيتنت هي الفيرست لاين، تعتبر هي اول واحد يعني اول دواء افيلبل، يعني اول دواء تصنع من النيوروكاينين ريسبتور 1 انتاجونيست، وموجود اورال، ينطوا على يعني المالته رجمن 3 ايام oral administered. عندي الفوز ابريبيتنت هذا اي في، يعني نفس الابريبيتنت لكن مسوي له يعني دوزج موديفيكيشن فينطي عن طريق الاي في روت. عندي النت النيتروبيتنت هذا مو واحده، هذا كومبينيشن مع البالونو سيترون. البالونو سيترون هو واحد من السيروتونين انتاغونست، اذا النيتروبيتنت ما موجود الون، موجود ان كومبينيشن مع السيروتونين انتاغونست. هذا اذا ممكن يعني يعتبر جود تشويس از ا كومبينيشن بين النيوروكاينين ريسبتور انتاغونست مع السيروتونين انتاغونست. وعندي الرولابيتنت هذا دواء حديث اورال ادمنسترد، ليش يعني استعاضوا عنه عن مثلا عن ممكن بديل عن الابريبيتنت؟ لانه ينطي سنجل دوز. ليش انطي سنجل دوز؟ لانه عنده يعني لونج اليمينيشن هالف لايف، فممكن انطي يعني مره واحده باليوم سنجل دوز. نجي هسه امثله على السيروتونين انتاغونست طلاب. طبعا بالمناسبه السيروتونين انتاغونست تفيدني، شنو قلت لكم قبل شوي؟ قلت لكم الاكيوت كيموثيرابي انديوس ان في تكون اكثر، يعني اكثر مسبب لها هو شافوا زياده بالسيرم اور بلازما كونسنتريشن مال سيروتونين. اكوردنجلي العلاج مالته يكون بالسيروتونين انتاغونست، خاصه اذا كان دواء الكيموثيرابي اللي انطيته هو مودريتلي ميتوجينيك كيموثيرابي ممكن انطيها وحده، بس اذا كان بوتنت الدواء اللي منطيته يعني الهايلي اور بوتنت اندوس لل ان والفي، فاسوي كومبينيشن بين السيروتونين وبين النيوروكاينين ريسبتور انتاغونست. امثله على السيروتونين انتاغونست هو الاونداسيترون، الدولاسيترون والبالونوسيترون، كلها تعتبر ايكوفالنت. من ناحيه الايكوفالنس مالتها افيكيسي مالتها تكون ايكوفالنت، يعني اي واحد من عندهم يكون نفس ينطيني نفس الكفاءه يعني اجينست الامسز. نجي على الستيرويد طلاب. الستيرويد اكثر الستيرويد اللي ينطوها بحاله بالفيرست لاين انتي امسز اور انتي اميتيك ايجنت لعلاج الكيموثيرابي انديوس ان في هو الدكسن، الدكساميثازون بدوز 8 الى 12 ملي جرام بالاكيوت سي اي ان في. هم يعتمد على الرجمن مال الكيموثيرابي اذا كان مودريتلي اور هايلي اميتوجينيك. طبعا تفيدني الستيرويد الحلو بها تفيدني حتى بالديلايد، يعني مو مثل السيروتونين انتاغونست ما يفيدني بالديلايد والانتيسيبيتوري، فقط يفيدني بالاكيوت تايب من الاميسز. الستيرويد لا تفيدني بحالة الأكيود وتفيدني بحالة الديليد، ممكن أنطيها وحدها وممكن أنطيها مع الأبريبيتنت. الأبريبيتنت قلنا هو أول نيوروكاينين ريسبتر تايب 1 انتاغونست أفيليبل، وقلنا نرجم من مات 3 أيام ننطي أورال. هاي بالنسبة للنوجية والبومت. نجي على باقي الجي اي تي توكسيسيتي أور كومبليكيشن، هاي كلها من الأكيود والكمان. بالنقطة الأولى قلنا acute وكمان او تكون organ specific او تكون long term complication اللي تكون اخر شيء irreversible. نجي على oral cavity، شو يصير بها toxicity؟ mucositis، يصير الالتهاب بغشاء المخاطي. mucositis عادة يبدي بالoral cavity، نادرا ما يطلع بالفيس لكن ممكن ينتشر ديب بال GIT باقي اجزاء بالثروت بالإيزوفيجوس، ممكن يصيب لكل الجي اي تي. واضح طلاب؟ الميوكوسايتس والاستوماتايتس، الالتهاب اللي يصير بالميوكوس ممبرين بالاستوماتايتس، يعني وصل عندي انا ممكن يوصل لكل الجي اي تي، بس نادرا ما وين ينتشر خارج الماوث، نادرا ما يطلع سبريد بالفيس نادرا، لكنه شائع انه اكستند للايزوفيجوس والانتاير جي اي تي. عاده شو وقت تظهر هاي الميوكوسايتس؟ ورا 5 ايام الى اسبوع من اعطاء الجرعه مال كيموثيرابي. اذا كان كيموثيرابي بالنسبه للراديشن باي وقت بده ياخذ الراديشن باي وقت ممكن يظهر على البيشن الميوكوسايتس والاستوماتايتس اذا دا يستخدم الراديشن. شنو الاعراض مال الميوكوسايتس؟ هو انه بين عنده وصعوبه بال يعني ديكريز بالقابليه البيشنت على الايتينج والسبيكينج، الم عنده يبدي بال
بالاورال كافيتي وما يقدر ما يشتهي الاكل، ما يقدر ياكل اللي عنده الم وما يقدر يحكي، فديكريز بالابيليتي تو سبيك اند ايت. شلون اعالجه؟ العلاج مالته بالياتيف يعني اشياء سيمتوماتيك، بالياتيف يعني سيمتوماتيك. مثال مثلا انطي التوبيكال انستيتكس مثلا ليدوكاين، انطي ابو ال 0.5 ابو او ال 1%، ممكن انطي ممكن اسوي كومبينيشن الدايفن هيدرامين الانتي هيستامين مع المغنيسيوم كونتيننج اورال اورال كونتيننج انتيسيد، كلها حتى تقلل الستوماتايتس والميوكوسايتس تريتمنت مع الليدوكاين. قلنا كلها ممكن انطيها هم انستيتيك وانسترنجيك بروبرتيز. بالنسبه طلاب للتوبيكال برودكت مثلا الليدوكاين او اي عندي مثلا فد شيء ممكن اني استخدمه توبيكالي، فقط يفيدني اذا كانت الليجن بالاورال او بالثروت ليجن، يعني منطقه قريبه على الاورال كافيتي. ليش؟ لان اني التوبيكال كافيتي افرض اني قلت للبيشنت ابلع كميه كبيره، هاي الكميه كبيره ما حتوصل للليجن اللي واصله ديب بالجي اي تي. علاوه على ذلك مثلا انطيت اني جرعه كبيره من السيديشن مثلا دايفن هيدرامين الالارمين، يقصد به الالارمين، ما راح يفيدني، ما راح يسكن الالم، راح يطلع لي السايد افكت اذا انطيته بجرعه عاليه، راح ممكن يصير سيديشن عند البيشنت، وبنفس الوقت ممكن يصير عنده اروثيميا خاصه اذا اخذ الليدوكاين بجرعه عاليه ممكن يصير عنده اروثيميا. واضح طلاب؟ فالتوبيكال فقط للاورال والثروت ليجنز. ممكن استخدم الماوث ووش الكلورهكسيدين الموجود بالصيدليات، هذا يعني انتيسيبتيك معقم يقلل الفريكونسي والسيفيريتي مال الميوكوسايتس، يقلل الاوفر جروث مال الراديكيشن للمايكرو اورجانيزم والبكتيريا والفنجال اللي صار بيها جروث بالاورال كافيتي. الصوت واضح؟ واضح الصوت طلع؟ تمام. أنا بس قطعت بس رباطة يعني اللابتوب، يعني كلش طفرة قعدت تطفى، بس ربطتها على الشحن. تمام. هنا مثل ما قلنا انه ممكن نستخدم الكلورهكسيدين ماوث ووش. ننتبه جماعه الكانسر اللي عندهم ميوكوسايتس، طبعا كلهم يصير عندهم التهاب بالهاي بالميوكوسايتس يعني بالاورال كافيتي واحتمال حتى بالجي اي تي، فاغلبهم وفنجال انفكشن نشوف كلش شائعه عندهم، فدائما هذا الكلورهكسيدين ماوث ووش. اذا الم كلش عندهم ممكن يستخدمون الليدوكاين، يعني ممكن اني يعني سبريد على الليجن اللي صار عندي انسايد ذا اورال كافيتي. لكن ملاحظه، اي برودكت يحتوي على الكحول حاولوا قدر الامكان تجنبوه لهم، لانه يسوي بين ويسوي دراينس، فممكن يعني ياخر الهيلينج مال هاي الليجن. فاي ماوث ووش او اي برودكت لعلاج الميوكوسايتس اذا يحتوي على، اختاروا دائما الكحول فري، اي برودكت يحتوي على الكحول حاولوا قدر الامكان ما تصرفوه للبيشنت، لانه يسوي دراينس، يسوي كراكينج، ياخر الهيلنج مال الليجن، اضافه الى انه يكون بينفول يعني مؤلم. نجي على هذا الالم، وعندي اني الم يكون قلنا بين
وما يقدر يحكي وما يقدر ياكل، وتقل قابليته للكلام وللاكل، ما نستخدم الباراسيتول بهاي الحاله. ليش؟ لان اذا كان البيشنت نيوتروبينك يعني الوايت بي سي مالته منخفضه، اذا منخفضه راح المفروض العلامه فيبر، وانا اذا منطيته للبين باراسيتول ما راح يعني الفيبر ما حتظهر، لان هو احنا نعرف انتي فبرايل هم يعني يعالج السخونه وهم يعالج البين، مو صح بين كيلر. فالباراسيتامول ما مفضل ابد بحاله اللي صار هاي الفطريات والالتهابات اللي تصير بالاورال كافيتي بجماعه الكانسر، لانه يسوي لي كفرنج للفيبر اذا كان البيشنت هو نيوتروبينك بيشنت وفبرايل عنده انفكشن، المفروض عنده حراره، بس هو ما دام ما اخذ باراسيتول الحراره ما حتظهر عنده، فراح تتفاقم الحاله مالته مال الفبرايل نيوتروبينك كونديشن. واضح؟ فافويدنج. نجي على الايبوبروفين. الايبوبروفين المفروض ما انطي بهاي الحاله، لانه اذا كان البيشنت عنده ثرومبوسايتوبينيا يعني انخفاض بالعدد الصفيحات الدمويه مالته، هذا معرض للبليدنج، واحنا نعرف جماعه الايبوبروفين الادويه النون ستيرويدال عندها الانكريز الريسك مال البليدنج، مو صحيح؟ خاصه من الجي اي تي بليدنج، فهنا شود بي افويدنج، لانه ممكن يصير عنده مور بليدنج اور هيموريج ان بيشنت، خاصه اللي عنده ثرومبوسايتوبينيا. اذا لا ممكن انطي الاوبيويد، واضح؟ هي البديل، ما انطي لا الباراسيتول بهاي الحاله ولا انطي الايبوبروفين. نجي على اللور، هاي بالنسبه للابر جي اي تي كومبليكيشن اللي هي كانت الاورال كافيتي توكسيسيتي والان والفي، وعرفنا كل وحده شلون نعالجها. نجي على اللور جي اي تي كومبليكيشن. اللور جي اي تي كومبليكيشن طلاب عاده المال ابزوربشن، الدياريا والكونستيبيشن. الدياريا طبعا اذا عنده صار دياريا، بعض الادويه طبعا هي تختلف حسب نوع الكيموثيرابي، نوع العلاج الكيميائي اللي انا منطيته، اكو ادويه كلش يعني هايلي اسوشيتد مع لحدوث الدياريا، اكو لا ما تسوي غير لي از سايد افكت، فيعتمد على نوع الكيموثيرابي اللي انا منطيته. شلون اعالج الدياريا بنفس الحالات الطبيعيه، الاتروبين او انطي اللوبراميد نفس العلاج الطبيعي. نجي على الكونستيبيشن. الكونستيبيشن مثل ما نعرف شنو ننطي؟ ننطي اللاكزيتيف، ممكن ننطي البالك فورمينج اذا كان مو يعني حاله مو ايرجنت، او ممكن انطي الاستيميلنت اذا كانت الحاله ايرجنت، فنفس الحاله لعلاج الدياريا ولعلاج الكونستيبيشن. منو الاكثر شيوعا، الدياريا او الكونستيبيشن مع جماعه مع ادويه الكانسر؟ الكيموثيرابي الاكثر شيوعا طلاب هو الدياريا. الكونستيبيشن كيسز تكون اقل الفريكونسي مالتها من الدياريا كيسز، واضح؟ هسه نجي على الديرماتولوجيكال توكسيسيتي. هاي كانت بالجي اي تي وكانت على البون مارو. نجي على السكين. الديرماتولوجيكال توكسيسيتي عندي الالوبيجيا، قلنا تساقط الشعر، وهذا كل الشعر خاصه مع السايتوتوكسيك دراج مثلا الدوكسروبسين لنتروسايكلين، يعني الدوكسروبسين الادريامايسين. عندنا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هواي ادويه تسوي تحسس. الاكسترافازيشن قلت لكم يعني الوريد مثل يتمزق، الدواء ينتشر بالانسجه النيبورنج يعني للاورده. الهايبر بيجمنتيشن هواي يصير عندهم خطيه تصبغات من العلاج. فوتو سنسيتيفيتي يصير عندهم تحسس من الضوء من اشعه الشمس. تغيرات وتصبغات تكون بالنيل مالتهم. الهاند اند فوت سيندروم عندهم راشز. الدراي سكين يكون دائما السكين مالتهم دراي. وفاين سكيلنج يصير عندهم مثل القشور مثل التقشرات بالابيثيليوم لاير مال يعني بالابيديرمس الطبقه الخارجيه من السكين. هاي كلها انواع من الديرماتولوجيكال توكسيسيتيز. طبعا بالنسبه للالوبيجيا قلت لكم انه يبي خاصه ليش يصير عندنا، قلنا لانه السكن يعتبر الابيثيليال لاير مال السكن تعتبر هايلي بروليفريتيف، عندها هايلي بروليفريتيف كاباسيتي للجروث وللديفيجن، فلهذا بسرعه يصير عندهم تساقط تقريبا ورا اسبوع او 10 ايام او اقل احتمال يبدي عندهم تساقط الشعر. لكن هذا شنو ريفرسبل، يعني بعد ان تنتهي كل الجلسات يعني العلاجيه مال الكيموثيرابي حيبدي من جديد تقريبا ورا شهر الى شهرين يبدي النمو الشعر اللي بالحاجب اللي سكالب يعني فروه الراس يرجع يطلع، فكان احتمال يختلف من ناحيه التكستشر والكلر مالته. هو
هو طبعا يعني بعض الاشخاص ما تتقبله، فالشخص يعني اكيد اقول انه هذا دواء يعني سبب تساقط الشعر، ممكن يعني يلبس الوجه الباروكه حتى قبل يبدا تساقط شعره. اكو بعض الاشخاص نفسي اشخاص عفوا نفسيا ما يتقبل هذا السايد افكت، فعادي ننصح انه يلبس ويج يعني باروكه قبل لا يبدا تساقط الشعر مالته لحد ما يخلص جلسات العلاج الكيموثرابي، وممكن ان شاء الله يعني من جديد يظهر عنده الافر الريجروث مال الهير. هنا نجي الباقي التوكسيسيتيز، ما دخلت لكم بالضبط مالتها التريتمنت لانه صار كومبليكيتد. نجي على وحده جدا مهمه من الديرماتولوجيكال توكسيسيتيز، الهايبر سنسيتيفيتي، لانه ممكن تؤدي الى الوفاه، كلنا نعرف لانه راح يصير عنده هايبوتنشن، احتمال يصير عنده كارديوجينيك شوك وديث. فهنا العلاج مالته بكل بساطه، اذا صار عنده هايبر سنسيتيفيتي للدواء اللي انا اعطيته اياه، راسا اوقف الدواء اعطائه، اوقف الاعطاء مالته، راسا احقنه بالابنفرين 0.3 ملي جرام اما سبكتينيوسلي اور اي ام، وانطي الدايفنهايدرامين ازنتي هيستامين 50 ملي جرام اي في، وانطي ستيرويد. اكثر شيء ينطون هنا الهيدروكورتيزون يعني البارنترال روت، فهاي المفروض اني اسيطر عليه الهايبوتنشن، يعني احنا نعرف اللي يبدي عنده راسا الرجي ويبدي يختنق الشورتنس اوف بريث والهايبوتنشن، واللي يكب الجسم كله سبوتنج ريد سبوتنج تبدا تظهر عليه، فراسا اوقف الدواء وانطي الابنفرين، انطي الدايفنهايدرامين وانطي الستيرويد. اذا الهايبوتنشن ما استجاب للابنفرين، شو ليش انا يعني اول ما انطي ابنفرين؟ الابنفرين راسا شنو هو؟ بوتنت فازو كونستركشن، يسوي فازو كونستركشن، فازو كونستركتر ايجنت، فراسا يسوي لي فازو كونستركشن، المفروض يرتفع عندي الضغط. اذا ما استجاب للابنفرين راسا انطي اي في او انطي نيوبلايز الابترول سوليوشن. واضح طلاب؟ هاي بالنسبة لعلاج الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن إذا صارت مع أدوية آز، تعتبر شنو هي آز؟ ديرماتولوجيكال توكسيسيتي مع الكيموثيرابي. نيجي على قلت لكم هذا النوع كله الأكيوت أند كمان توكسيسيتي اللي رأسا تظهر لي وعادة تكون شو تكون؟ كلها ريفيرسبل، عادة ريفيرسبل. نيجي على النوع الآخر من التوكسيسيتي طلاب، قلت لكم هو اللي يكون سبيسيفيك أورجان توكسيسيتي، مثلا النيورو توكسيسيتي. النيوروتوكسيسيتي احتمال يضرب لي البريفرال نيورو نيرف تشو، احتمال يضرب لي السنترال نيرفس تشو، احتمال يضرب لي يعني اكثر من جزء عندي او اكثر من سيستم من النيرفس سيستم او من الهيد ممكن افكتد بالعمليه. ممكن يصير عندي اني الاوتونوميك نيرفس سيستم هم افكتد، يعني صار عندي توكسيسيتي. الاوديتوري نيرف دامج، ممكن بعض الادويه خاصه السيزبلاتين يسبب لي يعني دامج المن لل يعني اوتو توكسيسيتي. شلون اخذنا سابقا الامينو جلايكوسايد الفانكومايسين بلارجر دوز ممكن يسبب لي اوتو توكسيسيتي، كذلك سيرتن تايب من الكيموثيرابي خاصه السيزبلاتين ممكن ان يسبب لي اوتو توكسيسيتي، ممكن ان يؤدي الى الهيرنج لوس. بعض البيشنت يعني يكون ريفرسبل، بعضهم ها يعني يرجع للسمع لكن ضعيف، اذا ممكن ان ياثر لي بعض انواع الكيموثيرابي مثل السيزبلاتين، ممكن اوديتري نيرف دامج يعني يدمر العصب السمعي فيؤدي الى الاوتو توكسيسيتي والهيرنج لوس. نجي قلنا الكارديو توكسيسيتي، الكارديو توكسيسيتي يعني قد يسبب الاريثميا، قد يعني يضرب الفاسكولار سيستم، يعني يصير عند البيشنت اريثميا هايبوتنشن. بعض الادويه دايركت توكسيسيتي على المايوكارديوم يعني على عضله القلب، دايركت توكسيسيتي قلت لكم مثال عليها جماعه الانثروسايكلين، جماعه مثل الدوكسروبيسين اللي قلت لكم الادريامايسين، هذا يعني دايركت كارديو توكسيسيتي. فالمفروض الاشخاص اللي ياخذون مثلا الاي سي اللي هي الادريامايسين يعني الدوكسروبيسين زائد السايكلوفوسفامايد، اثنيناتهم هذول البوث اوف ذيز تو ايجنتس معروفه انه تسبب لي كارديو توكسيسيتي، فالمفروض المريض ويا كل جرعه يسوي ايكو يعني يراقبون الالكتروكارديوغرام والكاردياك فانكشن والشامبر مال الهارت، كل الاوفر اول كاردياك فانكشن يراقبوها عن طريق الايكو تيست او عن طريق الايكو ستادي. ممكن ينطون بعض الادويه ممكن ينطوها از بريفنشن
مع جرعه الدوكسيروبيسين ممكن تقلل التوكسيسيتي مالت الدوكسيروبيسين على يعني على الكارديو تشو بدون ان تاثر على خلينا نقول الافيكيسي مال الدوكسيروبيسين. طبعا الدوكسيروبيسين هو من الادويه اللي تسبب يعني سايتوتوكسيك يعني السميه للخليه، تقتل الخليه وتقتل الخلايا الهوايه بالجسم. فلهذا شوفوا مثلا الشعاريب اليوغا على كذا، هاي نتيجه لانه هذا الدواء يدمر الخلايا، مو بس الخلايا السرطانيه حتى الخلايا الطبيعيه، فلهذا تظهر السايد افكت بسرعه. واضح طلاب؟ فاذا يعتمد على نوع الدواء. قلت لكم مثلا ممكن نعطي بعض الادويه يعني بروفيلاكسيس مثلا حتى تقلل الكارديو توكسيسيتي مثل الدكسترازوكسان. هذا الدكسترازوكسان ممكن نعطيه قبل نص ساعه تقريبا من اعطاء جرعه الدوكسيروبيسين، كنا يقلل الانسيدنس مال سيفيريتي مال كيموثيرابي مال اللي تاثر لي على عضله القلب بدون ان يقلل كفاءه الدوكسيروبيسين، لكن ما ياثر لي على يعني ما يسوي امبروفمنت للكواليتي اوف لايف مال البيشنت. قلنا ممكن يصير عندهم الارثيميا نتيجه الكيموثيرابي يعني از كارديو توكسيسيتي، فهنا لازم نراقب الاي سي جي مال البيشنت. ممكن يصير عندهم هايبر تنشن، بعض الادويه ممكن ترفع لي الضغط مال المريض، فمو هنا بهاي الحاله يعني كل حاله هنا لازم اكيد لازم يراجع ابو قلبيه وينطي دواء لعلاج الهايبر تنشن. اذا هي حسب نوع العلاج اللي احنا مستخدمينه. نجي بعد قلنا ممكن يصير عندهم نفروتوكسيسيتي، هم طبعا النفروتوكسيسيتي يعني هم دوز ليميتنج يعني تعتمد على الدوز وتعتمد على نوع التايب مال الانتي كانسر اللي انا مختارته. مثلا السيزبلاتين ممكن ياثر لي على الكدني، ممكن يسبب لي هايبوماجنيسيميا، اكو بعضها حتى تاثر لي على المينرالز الموجوده بالجسم. نشوف عندهم بروتين يوريا، ممكن نشوف عندهم حالة أكيوت تيوبولار أوبستراكشن، بعض الهاي دوزز مثل من الميثوتروبزيت وغيرها من الأدوية البوتنت أنتي كانسر ميديكيشن. فإذا النفروتوكسيسيتي قد تكون بالتيوبولار أوبستراكشن، قد تكون بروتين يوريا، قد يكون ديستربنسز بالمينرالز الموجودة، قد تكون بالممبرين الجلوميرولار ممبرين، فراح تقلل كفاءة مال عندي النفرون يعني راح تقل العمل مال النفرون، فبالتالي الرينال فانكشن راح تقل. فالمفروض يجي ببالي اذا انا انطي ادويه اخرى المفروض يصير بها اكسكريشن عن طريق الرينال، المفروض اسوي لها دوز ادجستمنت اور دوز موديفيكيشن، اللي هي انه الاكسكريشن مالتها والاوفر اول فانكشن مالتها راح تقل مو مثل الطبيعي. فالمونري توكسيسيتي طلاب ممكن يعني تاثر لي على اللونج تشو، على الكاباسيتي مال الغاز اكسشينج، فهي انتبه لها الالفيتد ليفر فانكشن تيست يعني اللي ممكن يضرب لي ليفر توكسيسيتي بعض الادويه. هاي ما دخلت لكم بها كلش بالديتيلز. كذلك باللونج تيرم كومبليكيشن قلت لكم هاي بعد عده سنوات من استخدام الادويه وعاده تكون الريفرسبل. مثلا السكندري مالجنسي هو كان يتعالج من فد كانسر معين نتيجه استخدام فتره طويله وجرعه عاليه من الكيموثيرابي، ممكن يصير عنده نوع كانسر اخر مثل الاكيوت اليوكيميا او النون هوجكن لمفوما، هاي ممكن تجيني السكندري مالجنسي بعد عده سنوات من استخدام الكيموثيرابي لعلاج كانسر معين. واضح؟ بعد شنو عندي من ضمن تصنيف اللونج تيرم الريفرسبل كومبليكيشن الجونادال توكسيسيتي اثر لي على شو قلنا احنا قلنا الانتي كانسر الكيموثيرابي تكون كارسينوجينيتك وتيراتوجينيتك وميوتوجينيتك، فاذا هي تسوي لي جونادال توكسيسيتي على الريبرودكتيف سيستم سواء للميل او للفيميل. فالمفروض الفيميل اذا كانت يعني مريض واذا كانت بسن الانجاب المفروض يعني ما يسوون طفل نوت يعني كونسيف خلال فتره اخذ العلاج الكيميائي لانه يعني ويل نون تيراتوجينيك ايجنت. واضح طلاب؟ وقلنا التيراتوجينيستي هاي تكون ويل نون للاستخدام الكيموثيرابي، لهذا المفروض يعني ما يسوون طفل لحد ما يخلص الكيموثيرابي ورا فتره من الكيموثيرابي، يسوون يعني ويل اور بريسايز تشيك اب للاوفر اول ريبرودكتيف سيستم اللي تعرض او للشخص اللي استخدم الكيموثيرابي. اذا كانت ماكو مشكله ما صار عندي ميوتيشن ما باقي عندي اثار من الانتي كانسر كيموثيرابي، ممكن بهذيك الحاله ممكن يعني بهذيك الحاله يشوفون في الطريقه للكونسبشن. واضح طلاب؟ اللي هنا ان شاء الله تنتهي محاضرتنا لليوم. احد عنده سؤال؟
هسه ان شاء الله انزل لكم الرابط مال الحضور هنا. العفو حبيبتي منال، انزل لكم الرابط مال الحضور. اذن الله.